عندي فكرة، الخلايا دي هتنقسم، انقسامات مختلفة، سواء كان ميتوزس أو ميوزس، وتديني في الآخر إن هي سبيرم. وعشان كده سميو سبرماتوجينيك، سميو إيه؟ سبرماتوجينيك. مين أمومة رئيسية؟ واحدة قاعدة تحت خالص اسمها سبرماتوجونيا، يبقى الأم اسمها سبرماتوجونيا. طب عايزين نفكر بقى كده في شوية كلام قبل ما نبتدي الكتاب. ما حدش يقول لي الكلام ده فين في الكتاب، مش في الكتاب. لو أنا جيت لطفل قبل سن البيبرتي، قبل سن البلوغ، نفتكر عنده all types of spermatogenic cells. لا، التست بتاعته يبقى عنده كل دول؟ لا، ما عندوش بس غير المادر سيل الاولانيه اللي اسمها سبرماتوجونيا بس. يبقى انا مبدئيا كده عايزه افكر التست دي ينفع لحد قبل البيبرتي الاقي فيها سبرم؟ لا. طب الاقي فيها what type of cells؟ لكن ما نلاقيش فيها حاجه خالص غير المادر سيل بيبقى موجود بيها. اسمها ايه المادر سيل دي؟ سبرماتوجونيا بس. تمام؟ يبقى دي اول معلومه. وان كان في ابحاث اتعملت عن الفريق والحاجات الثانيه وقالوا ممكن نلاقي حتى البرايمري سبرماتوسايت. تمام كده؟ يبقى في ناس عملوا ابحاث وقال لا، ده احنا ممكن نلاقي برايمري سبرماتوسايت عادي في التست بتاعت فار او ارنب او مش عارفه ايه او حاجات زي كده. تمام؟ طيب المعلومه الثانيه، اما دول بيعملوا السبرم، الصفرة دي قاعده تعمل ايه؟ ما هم دول مالهمش دعوه، دي مالهاش دعوه خالص بتكوين السبرم، ما هياش ليها، ما هياش واحده من الخلايا المصنعين للسبرم. طب بتعمل ايه؟ قال لك السل الصفرة دي هي بيسموها في الكتب النيرسنج سل الحاضره، التي تحتضن السبرماتوجينيك سل وتحافظ عليه قوي 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 لحد ما يكبروا يبقى اسمهم سبرم وترعاهم. ترعاهم يعني ايه؟ تاكلهم وتغير لهم، تاخد منهم الويست برودكت، اوكي، وتحتضنهم بحنان وحب، وتحافظ عليهم من اي شر جاي لهم، توكسنز ومواد سام قديمه، وتحافظ عليهم، تحافظ عليهم من الانتي بودز اللي عايزه تاذيهم، وان كيس خلاص بقوا ماتيور، وتساعد في الماتيوريشن عن طريق انك تطلع لهم مواد تساعدهم في الماتيوريشن بتاعتهم. طب ان كيس بقى الطفل اللي هي راعيته ده بقى ماتيور وبقى اسمه سبيرم، تشيله على دماغها من فوق، وفي الاخر خالص تقول له ايه لما تلاقيه بقى ماتيور وخلاص هيمشي، تقول له باي، وتديله دفعه تكب عليه جردلين ميه، تقول له اتكل على الله عشان تعمل كده عشان اشوف غيرك. يبقى اعتبروها في الكتب بيسموها جوه الكتب النيرسنج سيل، الام الحاضنه، الحضانه. يبقى ايه؟ يبقى دي كده بالعربي السيرتوني دي ناويه تعمل ايه للسبيرم؟ ناويه تعمل له ايه؟ من غير ما نبتدي كلام خالص ولا شرح، انا لسه ما كملتش شرح. انا بفهمك هم مين دول؟ مين بتعمل ايه السيرتوني سيل دي؟ بتحتضن كل خلايا تكوين السبيرم، بتحتضنهم يعني ايه؟ عامله لهم مكان نايمين فيه، حضنهم. وبتاكلهم، بتوصلهم نيوترين، تاخد منهم ويست برودكت، تفاجوسايتوز، اي حاجه وحشه بتاعتهم. ومش بس كده، دي بتفرز لهم مواد تساعدهم على النمو والماتيوريشن. ده مش بس كده، ده اول ما بقى ماتيور ابنها بقى سميته سبير وشالته على دماغها من فوق لحد ما اكتمل نموه، قالت له يلا اتكل على الله، امشي بقى بره التستس، مش عايزين زحمه هنا، عشان يعرف يمشي. حتى مش عارف يمشي، راح اتكب عليه جرده الميه وقالت له اتكل على الله من هنا، يلا عشان اشوف غيرك. تمام؟ طب لو جيت سالت حضرتك كده، يبقى انا كده ابتديت افهم، انا عندي سل اسمهم سبرماتوجين هيكونوا لي سبرم، وعندي واحده بتحتضن اسمها ايه الحاضنه؟ سيرتولي سل. يبقى السيرتولي سل بالنسبه للسبرم ايه؟ الام اللي حضنتهم، اللي بتخاف عليهم خلاص؟ وبتحميهم من اي حاجه توكسيك، وبتديهم نيوترين، تاخد منهم ويست برودكت، وتساعدهم في الديفلوبمنت بس كده. تمام؟ واتفقنا التستس بتاع طفل لسه مولود لحد سن البيوبرتي ما لاقيش فيها غير صف الخلايا تحت اللي اسمه سبرماتوجونيا بس. وان كان كتب كتبوا ان بنلاقي لحد البرايمري سبرماتوسايت في حيوانات مختلفه، في المامز المختلفه لقوا ان احنا ممكن نلاقي سبرماتوجونيا وكمان مرحله ثانيه اسمها البرايمري سبرماتوسايت. في ناس قالوا كده. تمام؟ طب وانا عرفت بعد كده
كده ان انا عندي الخلايا بتاعتي اللي هتكون السبرم بنفسه شخصيا اسمها سبرماتوجينيك سيلز. خلاص هو ده اللي احنا بنتكلم سبرماتوجينيك سيلز. سبرماتوجينيك سيلز بتحفظ صم. اوكي بتسجل مذاكره صم بتحفظ صمما. طب تعالوا بقى ناخد اول حاجه في السبرماتوجينيك سيلز. اول واحده اسمها سبرماتوجونيا. ايه السبرماتوجونيا دي؟ المادر سيل. تمام كده؟ دي كانت سيل عاديه خالص. يعني ايه سيل عاديه خالص؟ سوماتيك سيل. يعني ايه سوماتيك سيل؟ يعني خليه عندها ديبلويد نمبر اوف كروموزومز، يعني عندها 46 كروموزوم. واحد يقول يعني عندها 46 كروموزوم، يعني زي خليه الجلد، زي خليه الدايجستيف، زي خليه اي خليه في الجسم فيها 46 كروموزوم دي زيها. قال لي طب موجوده جوه التستس وعندها 46 كروموزوم؟ يس، جوه التستس وعندها 46 كروموزوم. طب ليه؟ قالك اصل هي دي اللي هتنتج بعد كده سبيرم في 23 سنجل كروموسوم. اوكي يعني عندها في النهايه نتيجه اسمها السبيرم. عشان تعمل السبيرم ده لازم تدخل في مراحل انقسامات مختلفه وكتير. تمام. طب السيل دي يبقى احنا اتفقنا السؤال بيجي ازاي. ديسكرايب سيل، قول النيوكليوس بتاعتها، نمبر اوف ذا كروموسومز، نوع السيل ديفيجن اللي بتعمله السيل دي. هو كان محدد الايتمز كده اللي بتتكلم عليها بس سايبك تتكلم كده. طب تعالوا بقى ناخد السبرماتوجونيا. قالك السبرماتوجونيا دي خليه بتعتبرها مش كبيره قوي في الحجم. كبيره الحجم كام؟ 12 مايكرون يتحفظ ان دايامتر، 12 مايكرون ان دايامتر. طب هما ايه 1 اور 2 لايرز من السيلز؟ يا صف يا بالكتير صفين من الخلايا بس على الاول اوف ذا تستس. واتفقنا هما قاعدين على الخط البنفسجي كده، اسمه الخط البنفسجي كده بيسمنت. يبقى الخط البنفسجي ده اسمه ايه؟ بيزمنت ميمبرين. يبقى الخط البنفسجي اسمه بيزمنت ميمبرين. تمام كده؟ طيب انواع السبرماتوجينيك سيلز. السبرماتوجونيا هي نفسها ليها سب تايبس. تعالوا بقى ناخد السب تايبس اوف ذا سبرماتوجونيا. تعالوا بقى ناخد نمبر 1 دارك تايب سبرماتوجونيا. ايه؟ دارك تايب سبرماتوجونيا. بونيا ايه؟ وبعدين فين سبرمات بونيا ايه؟ وبعدين سبرمات بونيا ايه بقى الكلام ده؟ قالك طب بصوا كده السبرماتوجونيا في منهم نوع دارك تايب. قالك طب هم بيسموها دارك وفين اكوردنج تو وات؟ قالك اكوردنج تو كلر اوف ذا نيوكليس مش كلر اوف ذا سيتوبلازم. يبقى لما اسمي لك خليه دارك اهي اوكي؟ ودي واحده ثانيه اوكي ودي واحده كمان يعني. دي الدارك ايه ودي بين ايه ودي بي سبرماتوجونيا. قالك طب بنعرفهم ازاي من بعض؟ قالك بالكلر اوف ذا نيوكليس. واحد قال لي طب وليه ما سميتوهاش اكوردنج تو كلر اوف ذا سيتوبلازم؟ ليه؟ قالك ما سميناهاش اكوردنج تو كلر اوف ذا سيتوبلازم لان اكشلي انت تحت الميكروسكوب بتشوف خلايا زحمه 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 كتير قوي. انت مش شايف السل، انت اكشلي شايف النيوكليوس اوف السل بس مش شايف الخليه كويس. مش بتعرف تشوف الخليه، بتشوف بس شكل النواه. ولذلك سميت الخلايا حسب النواه وليس حسب السيتوبلازم. تمام كده؟ يبقى لما اسمي لك دي دارك ايس في الماتوجونيا تعتقد مين اللي لونه دارك؟ نيوكليوس. طب ولما اسمي لك بين ايس في الماتوجونيا تعتقد مين اللي لونه بين؟ النيوكليس. اوكي كده اتفقنا. طب السيل الاولانيه ليها دارك اوفر نيوكليس. طب والسيل الثانيه ليها بين اوفر نيوكليس. يبقى انا تحت الميكروسكوب على طول اول ما الاقي اوفر نيوكليس معناه ان انا في انهي نوع؟ تايب ايه. عايز اميز دارك ولا بين. لو النيوكليس بتاعتي دارك يبقى دي اسمها ايه؟ دارك ايه. طب لو النيوكليس بتاعتي بين تبقى بين ايه. خلاص. وفي كل الاحوال انا حددت من الاصل ان هي ايه ازاي عن طريق النيوكليوس بتاعتها اوفال ان شيب. تمام كده. طيب في نوع تاني اسمه بي. البي دي ليها مور سفيريكال نيوكليوس ولارجر سلايتلي لارجر عن التانيين. يعني ايه سلايتلي لارجر؟ هكبرها لك سنه بس مش قوي. السيل سلايتلي لارجر والنيوكليوس بتاعتها سفيريكال ان شيب مور سفيريكال. ايه ده؟ يعني انا عرفت ان في بين ايه ودارك ايه وبين ايه
وفي نوع تاني اسمه بي، فرقت السبرماتوجونيا الثلاثه من بعض ازاي؟ اول حاجه احنا كل ده بنفرق ازاي؟ هل بالنمبر اوف الكروموزومز؟ قال لك لا، كلهم ليهم نفس العدد من الكروموزومات اللي هو كام؟ 46 كروموزوم. اللي هما بيتقسموا ازاي؟ 44 زائد اكس ايه واي كروموزوم. طب لو جيت سالت حضرتك كده في منهم كام نوع؟ ثلاثه، دارك، وعلى ما تسمى كلمه دارك نيوكليس، وشكل النيوكليس اوفال. طب وفين؟ ايه اوفال نيوكليس. طب والبي؟ سفيريكال. السابس دول بينقسموا ازاي؟ نوع الانقسام بتاعهم مايتوزين. دي الناس اللي مش فاكره من السنه اللي فاتت يعني ايه مايتوزس. ديفيجن انتو تو دوتر سيلز ايتش كونتيننج ذا سيم نمبر اوف كروموزومز از المادر سيل. هو انتاج خلايا عندها نفس عدد كروموزومات الخليه الام. هي الخليه الام كان عندها كم كروموزوم؟ 46. طب يعني ايه مايتوزس؟ خلفة خليتين كل واحدة عندها 46 كروموزوم زي أمها. يبقى الخلايا دي كلها بتنقسم بإيه؟ ثلاث أنواع دول بالميتوزس. يبقى طريقة انقسامهم إيه؟ ميتوزس. تمام كده؟ طب بصوا بقى، قال لك إيه اللي بيحصل؟ دارك إيه؟ تنقسم بالميتوزس تديني سام سيلز تبقى دارك إيه؟ وسام سيلز تبقى بيل إيه؟ والبيل ايه تنقسم بالميتوزس وتدينا البي سيلز. تاني يبقى دي لما انقسمت بالميتوزس تدي ايه؟ سام اوف ذيم يستيل دارك وسام سيلز تبقى بيل. قال لك ليه؟ السيلز اللي هتبقى دارك از ريزرفوار، مخزن، خليهم على جنب. طب والسيلز اللي تنقسم بالميتوزس من دي وديتني بيل ايه؟ بيعتبروها خلايا مكملة في التطور بتاعها، بمعنى ان الخلايا البيل هي اللي تنقسم بالميتوزس وتدي البي سايكلينج بتدور. يعني بتدور يعني بتتحول بالميتوزس للخلية دي للنوع التاني ده، بتنتج النوع التاني ده. تمام كده؟ طب يبقى انا كده عرفت ان انا عندي كم نوع من السبرماتوجوني عشان احفظهم معايا مع معاكم. نمبر 1 عندي ثلاث انواع من السبرماتوجوني، دارك ايه، والنوع الثاني اسمه بيل ايه، والنوع الثالث اسمه بيل. هاو تو ديفرنشيت ثري تايبس. الدارك ايه ليها دارك اوفر نيوكليس. طب والبيل ايه ليها بيل اوفر نيوكليس. طب والبي ليها سفيريكال نيوكليس. حجم الخلايا دول كلهم موستلي كام مايكرون؟ 12. بس مين اللي سلايتلي لارجر؟ دي سلايتلي لارجر. بس مين اللي سلايتلي لارجر؟ مين فيهم سلايتلي لارجر؟ اللي هي البي تايب. يبقى انا عرفت كده بقى البي
انقسمت بالميتوسيس وادت برايمري سبرماتوسايت. والبرايمري سبرماتوسايت انقسمت وهنقول دلوقتي ازاي وادت سكندري سبرماتوسايت. طب انا ليه حطيت خط ما بين دول ودول؟ قال لك لحد كده دول كان اسمهم سبرماتوبونيا. طب وبعدين ابتدينا ستيج تانية اسمها السبرماتوسايت، يبقى دي اسمها ايه؟ سبرماتوسايتس. طب دول كان اسمهم ايه؟ سبرماتوبونيا. سبرماتوبونيا تمام كده؟ طيب نبتدي بقى نشوف من B to primary spermatocyte what type of cell division mitosis one. يبقى من هنا لهنا نوع الانقسام mitosis، ومن هنا لهنا نوع الانقسام mitosis، ومن هنا لهنا نوع الانقسام mitosis. تمام؟ مين تبدأ انقسام ميوزي primary spermatocyte؟ يبقى أول واحدة تقول يلا تستارت ميوزيس هو مين؟ برايمري سبرماتوسايت. تمام؟ طب من عند البرايمري سبرماتوسايت نبدأ الميوزيس، من عند دي نبدأ الميوزيس. طب حد كده يقول هو الميوزيس خدته السنة اللي فاتت كم مرحلة؟ واحدة اسمها فيرست ميوزيس والتانية اسمها سكند ميوزيس. قالك طب بص كده السنة دي تبدأ مرحلة اسمها الفيرست ميوزيس. يبقى الميوزيس الأولاني فيرست ميوزيس، ميوزيس 1 تمام كده؟ طب لو جيت سألت حضرتك كده البرايمري سبرماتوسايت بيعتبروها اللارجست سيل كام مايكرو؟ قالك 18 مايكرو. حد يعرف من السنة اللي فاتت الميوزيس كان كم مرحلة؟ اهو الفيرست ميوزيس كم مرحلة؟ بروفيز، ميتا فيز، انا فيز، فينو فيز. حد يعرف كده؟ كانوا كم؟ بروفيز، ميتا فيز، انا فيز، فينو فيز. لو السن دي بتقعد في البروفيز لوحده ايه 22 يوم، بتقعد في البروفيز لوحده ايه 22 يوم. قالك طب وتقعد بعد كده تدخل ميتا فيز، انا فيز، تيلو فيز. حد فاكر السنه اللي فاتت شكل الكروموزوم في كل مرحله؟ طبعا مستحيل. في البروفيز قالك الكروموزومز بتبقى عامله كده على بعضيها ملخبطه. طب وفي الميتا فيز كانت بتقف في الايكواتوريال بلين. طب وفي الانافيز تستارت الكروموزومز تو سيبريت. طب والتيلوفيز تعملي اكتشوالي تو سيلز بالمنظر ده كده لو انت فاكر. اوكي تمام. قال لك طب احنا لما نيجي نديتكت السيل دي يبصوا جوه النيوكليوس، يبقى احنا اتفقنا احنا دايما ما بنشوفش السيل، احنا دايما نشوف ايه النيوكليوس اوف السيل. ليه؟ انت فعليا لما تيجي تبص تحت الميكروسكوب او في امتحان الاكتشوف how to differentiate the cells من بعض، دايما هقول لك بص على شكل النيوكليوس وشكل النيوكليوس ايه، لان صعب قوي تحدد السيل في وسط الزحمه. تمام؟ طب لو احنا بصينا كده على شكل النيوكليوس تلاقي ايه؟ قال لك السيل دي بتدخل دايما في ميوزيس. نلاقي احيانا الكروموزومز عامله كويل كده، يعني معناها في مرحله ايه؟ بروفيز. طب ولو دخلت في الميتافيز نلاقي كروموزومز مرصوصين في الايكواتوريال بلين. طب وهكذا. فبيقولوا ان دايما يلاقوا الكروموزومز بتاعت السن دي in different stages of coiling. different stages of ايه؟ coiling. يعني ايه معناها ايه؟ يعني مره الاقيها في البروفيز الاقي النيوكليس مليانه فيتر كده على بعضيها، ومره الاقي النيوكليس فيها كروموزومز واقفين في الايكواتوريال، ومره نلاقيهم في الانافيز، وهكذا. نسمي الحكايه دي different stages of coiling. طب لو انا جيت سالتك قلت لك ان البروفيز ان تكوين السبرم كله ياخد له 74 يوم، منهم 22 في البروفيز 1، 22 يوم بس في حته واحده اسمها ايه؟ بروفيز 1. لو جيت سالتك دايما نلاقي برايمري سبرماتوسايت في وات ستيج؟ دايما تلاحظها تحت الميكروسكوب في انهي ستيج؟
دايما نلاقيها في البروفيز، دايما نلاقيها ايه اكتر مرحله تو بي ديتكتد. واحد يقول لي معناه ان بقيه المراحل مش موجوده، اقول لك لا موجوده بس مدتها قليله. لكن مين المرحله اللي قاعده فيها دايما السال كتير؟ البروفيز. قاعده فيه كام يوم؟ من مجمل كام يوم بتاع كل السبرماتوجينيسيس؟ 74. يعني تخيل كل مراحل السبرماتوجينيسيس كلها على بعض 74 يوم، منهم كام يوم في البروفيز؟ 22 يوم في البروفيز. يبقى دايما كل ما نيجي نصور السال دي نلاقيها ايه؟ عندها different stages of coiling of chromosomes. بس mostly in what stage؟ البروفيز. طب ممكن اسال بقى حضرتك كده، تيجي نتكلم على البرايمري سبرماتوسايت، هي احلى واحده، هي اكبر واحده، هي اللي تفتتح الميوزيس ديفيجن، هي اللي دايما الكروموزومز فيها موجوده ان ديفرنت ستيجز اوف كويلينج. يبقى حد كده يقول لي قلت لك اتكلم على البرايمري سبرماتوسايت، اتكلم عليها ايه؟ تقول لي ايه؟ دي احلى واحده، دي اكبر واحده، دي اول واحده تفتتح الميوزيس. انتوا متخيلين هي بسم الله الرحمن الرحيم بدايه تكوين سبرم. ليه؟ كل ما قبلها كان ميتوزيس اند مادر سيلز. طب وهي اول واحده تقول ايه؟ يلا نعمل سبيرم، يلا نعمل سبيرم، يعني يلا نعمل ميتوزيس ديفيجن. خلاص؟ طب يبقى لو جيت سالتك كده السؤال بتاع الامتحان، اوصف لي كده شيب اوف ذا نيوكليس، نيوكليس بتاعك اولا السيل كبيره جدا، كبيره كام؟ 18 مايكرو، وبالتالي النيوكليس بتاعتها كبيره. نمره 2 اوصف لي النيوكليس هي بيل ولا دارك ولا ايه؟ لا تقولي استني مش هقدر اقولك، دي فيها different stages of coiling of chromosomes mostly detected in prophase. تمام كده؟ طب لو جيت سألتك هي بتنقسم بأي نوع من الديفيجن؟ ميوزيس ولا ميوزيس؟ تقولي the first to start ميوزيس. بتستارت what type of ميوزيس؟ ميوزيس 1. تمام؟ لو جيت سألتك كده هي لما ابتدت قبل ما تنقسم كان عندها كم كروموزوم؟ 46 دبل الكروموزوم عادي خالص، 46 كروموزوم زي 46 ديبلويد نمبر اوف كروموزومز. في بدايتها في الانقسام عندها 46 كروموزوم. ده سؤال الامتحان. طبعا العيال لخبطت لخبطه مش طبيعيه في النمبر اوف كروموزومز، واللي حط السؤال كان ذكي، هو ما سابوش يشرح فالغلطه بتتدارى في وسط الكلام، لا ده هو كان محدد سبيسيفيك بوينتس. قول لي النيوكليس ايه اللي بتشوفه، بين ولا دارك نيوكليس، نمبر اوف ذا كروموزومز، نوع السيل ديفيجن. يعني هو حشره في ثلاث نقط بس وحط سبع درجات على السؤال وخلاص. فبالتالي كل بوينت كانت مثلا بنص درجه فبتضيعها الدرجات ايه؟ كتير. فتتكلم من سؤال زي كده. اوكي؟ على فكره حته زي دي من رد دكتور احمد في الامتحان، من الحاجات اللي بالنسبه لها تعتبر مهمه ان هي تتريجر انت هاو تو ديفرنشيت السيلز من بعض. خلاص؟ عايزك تعرف انت فعلا بتعرف تميزهم ولا لا؟ اصل الكلام ده مبني عليه ايه؟ داتا شوف، وبالتالي الطالب ما بيعرفش يحل السؤال ده في الداتا شوف فهي هننهى خلاص؟ طب تعالوا بقى ناخد كده برايمري سبرماتوسايت لما تخلص الميوزيس 1 تتحول الى سكندري سبرماتوسايت. تتحول الى سكندري سبرماتوسايت عكس البرايمري خالص. البرايمري كبيره، السكندري صغيره. البرايمري دايما نلاقيها في السيمينيفرس تيبيول كتير لانها قاعده في البروفيز لوحده كام يوم؟ 22 يوم. الثانيه لا ترى خالص. يعني ايه لا ترى؟ تكاد تكون لا توجد في السيمينيفرس تيبيول. ليه؟ تستارت سكند ميوزيس ويقال ان بتنهيه بسرعه غير طبيعيه. بروفيز ميتافيز انافيز تيلوفيز على بعضه كده ما تشوفش المراحل. يبقى هي يبقى دي كانت ايه؟ مطوله قوي في الفيرست مايوزيس لدرجه ان هي قعدت في مرحله منهم واحده 22 يوم. طب الثانيه دي دخلت سكند مايوزيس، واحد يقول لي هو السكند مايوزيس ده عباره عن ايه؟ بروفيز ميتافيز انافيز تيلوفيز كان بيتم كلهم على بعض بسرعه. ولا ترى في السيمينيفرس تيبيول. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني لما تيجي في الامتحان ده تشوف اوعى تقول اني شفت سكندري سبرماتوسايت، نيفر ان انت تشوف، مش هتشوف. طب ما هم شافوها وعرفوها منين؟ قال لك بالالكترو مايكروسكوب. لا اسالوا بعد البرايمري سبرماتوسايت في الترتيب حجمها اصغر
وبرده بتديتكت مرحله من مراحل سنت فيجن وايه وقليله جدا في النمبر في السيمينيفرس كتير. فعرفوا ان في سيل ثانيه موجوده بعد البرايمري سبرماتوسايت اسمها ايه السيل دي؟ سيكندري سبرماتوسايت. يبقى لو اديت قارنت برايمري من سيكندري واحده تقول لي لارجست سيل والثانيه سمول دي فيها different stages of coiling. We start first meiosis. طب ودي start second meiosis. دي عندها كم كروموزوم؟ 46 كروموزوم. لكن دي كانت عندها كم كروموزوم؟ 23 كروموزوم. ليه عندها 23 كروموزوم؟ لأنها ناتجة من meiosis 1 بتاع السيل دي. هو نهاية meiosis 1 كم كروموزوم؟ 23 كروموزوم. وبعدين إيه اللي يحصل؟ دي لما تدخل second meiosis تنهي ينتهي السكند مايوزس يخلص end of the second mitosis تتحول لخلية اسمها سبرماتيد. تتحول لخلية اسمها ايه؟ سبرماتيد. very small cell. very small كان 7-8 micrometer. تتحول لخلية ايه؟ 7-8 ايه؟ micrometer. we need dark nucleus. 7-8 ايه؟ مايكروميتر. والنيوكليس بتاعته دارك. اسمه ايه الخليه دي؟ سبرماتين. اسمها ايه؟ سبرماتين. طب حد كده يقول لي تعالوا ناخد بقى المرحله دول. انا قسمت الثلاثه دول مع بعض والثلاثه دول نذاكرهم مع بعض. ليه الثلاثه دول خدناهم مع بعض؟ اللي هما سبرماتين دنيا سلس اللي هما دارك A بي دارك A how to differentiate خلية حجمها 12 مايكرون النيوكليس بتاعتها اوفال دارك ان شيب what type of cell division تديني نوع اسمه شوية دارك A as a reservoir مخزن وشوية هيل A عرفني هيل A شكلها ايه سيل 12 مايكرون النيوكليس بتاعتها بين اوفال نيوكليس تنقسم what type of cell division mitosis. الكلام ده لازم بقى تبقى عارفه صح. تديني بقى اسمه طيب بي how to differentiate ال بي slightly larger. والحمد لله الكتاب ما كتبش الحاجه لان كان مكتوب في كتب القديمه وشالوه خلاص. انا كانوا عم بلخبط عادي كميه الارقام دي فشالوا الرقم. اوكي طب slightly larger والنيوكليس بتاعتها شكلها spherical what type of cell division mitosis. تنقسم بالميتوزس نبتدي مرحله جديده اسمها برايمري سبرماتوسايت. يعني نبتدي حاجه اسمها سبرماتوسايت ستيج. البرايمري سبرماتوسايت حجمها كبيره بقى فيري لارج كام 15 مايكرو. النيوكليس بتاعتها مستديره. طب بتعرفها ازاي؟ قالك فيها ديفرنت ستيجز اوف كويلينج اوف كروموزومز. ما معنى كلمه ديفرنت ستيجز اوف كويلينج؟ يا بروفيز يا ميتافيز يا انافيز يا تيلوفيز. مين اكتر مرحله بتديتكتد بروفيز؟ قالك اشمعنى البروفيز 22 يوم مدته من توتال كام من اول ما نبتدي لحد ما ننتهي 74 يوم تمام. طب لو جيت سالتك كده البرايمري سبرماتوسايت تفتتح انقسام اسمه الميوزيس هي عندها كم كروموزوم؟ 46 وتبتدي انقسام اسمه الميوزيس. والميوزيس ينقسم الى ميوزيس 1 وميوزيس 2. يبقى هي اكيد هتبدا ميوزيس 1 at the end of the ميوزيس 1 تنتهي بخليه اسمها سكند سبرماتوسايت 23 كروموزوم. خلاص كده لو جيت سالت حضرتك كده سكند سبرماتوسايت سمولر ان سايز كانت ديتكتد ان سيمينيفرس ديبيوت بسهوله لا ترى عكس دي دي كبيره ودايما موجوده دي صغيره وعلى طول مش شايفينها. واتفقنا ليه مش شايفينها؟ عشان بتخلص بدري بدري اللي الانقسامات كلها على بعضها بتستغرق شويه ساعات. طب خلصناهم تنتهي بخليه اسمها ايه؟ سبرماتيد. واحد يقول لي هو ده السبرم؟ اقول لك نو ده سبرماتيد. وصفوا لي سمول سيل سمول كام؟ 7-8 مايكرومتر وسمول دارك نيوكليس. ينقسم بقى انقسام السبرماتيد. فكر كده خدنا ميوزيس 1 وبعدين خدنا ميوزيس 2. السبرماتيد بقى ينقسم بايه؟ ميتوزيس تاني؟ قالك لا طبعا. قالك ايه؟ كانوت ديفايد. يبقى لما السبرماتيد ايه نوع السيل ديفيجن بتاعه؟ نو ديفيجن.
يبقى السبرماتيد ايه؟ نو سب ديفيجن. نو سب ديفيجن فعلا هو لا ينقسم. طب واحد يقول لي طب يعني هو لا ينقسم وبعدين قال لك اهو السبرماتيد اهو اهو الكوره. ايه المرحله اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ايه؟ يتحول الى سبيرم. هو شكله ايه السبيرم؟ تحول الى ايه؟ سبيرم. من الشكل ده للشكل ده مفيش انقسامات. بل بنسمي ده ايه؟ تغير شكلي. بس عايز اقول تغير في الشكل. ميتا مورفوزس. ميتا يعني غير او تغير. مورفوزس يعني شكل. يعني من هنا لهنا الحدث اللي حصل اسمه ايه؟ مايوزس مايتوزس ولا اسمه ايه؟ اسمه بدل مايوزس ولا مايتوزس ميتا مورفوزس. اسمه ايه؟ ميتا مورفوزس. تمام كده؟ حد يقدر يقول لي انا لو بذاكر مقسم المراحل الى مرحله اسمها مرحله سبرماتوجوني ومرحله اسمها مرحله سبرماتوسايت ومرحله اسمها الميتامورفوزيس اللي هو التغير من سبرماتيد انتو سبرماتوزوا والسبرماتوزوا ليها اسم تاني اسمه سبير. يبقى ده ليه اسمين اسمه ايه؟ سبير واسمه التاني سبرماتوزوا. حد بقى يقول لي كده تاني التحول من سبرماتيد انتو سبير اسمه ايه؟ ميتامورفوزس. اسمه ايه التغير ده؟ يعني تغير ميتامورفوزس تغير في الشكل وليس في الانقسام لا ميتوزس ولا ميوزس. نقولهم بقى اخر مره ايه رايكم بقى نقولهم تاني كده تاني؟ تعالوا بقى نمسكهم زي ترتيب الكتاب. يبقى احنا كده لحد دلوقتي ما قلناش الكتاب. تعالوا بقى نمسكهم زي الكتاب نمشي زي الكتاب بقى. نمبر 1 عندي خلايا اسمها سبرماتوجونيا. ديسكرايب سبرماتوجونيا. السؤال اللي هو بيعقد الناس بس انا شايفه سهل يعني بسيط لو انت مرتبهم في دماغك. عندي كام نوع من سبرماتوجونيا؟ 3. النوع الاول اسمه دارك اي. هاو تو ديفرنشيت دارك اي؟ حجم الخلايا 12 مايكرو. شكل النيوكليس اوفال دارك اي. تنقسم باني نوع من الخلايا؟ مايكرو. Constitute types in the cell. Some cells still as dark A, some cells as pale A. The dark A act as reservoir. The pale A act as cycling cells. يعني cycling cells اللي هتتطور بعد كده. طب بعد كده ادينا خلية اسمها pale A. وصف لي pale A. 12 micron in diameter. A nucleus diameter. طب وبعدين تنقسم بأني نوع من الأجسام؟ ميتوزس. اديني خلية اسمها B spermatogonia. Describe B spermatogonia. Slightly larger shape of the nucleus مدورة spherical more spherical in shape. تنقسم what type of mitosis mitosis. تديني بقى ندخل في مرحلة تانية. عندي خليتين بتروح مع بعض واحدة اسمها primary spermatocyte والتانية اسمها secondary. ليه الاثنين دول بنذاكرهم مع بعض؟ واحدة start first mitosis والتانية second mitosis. واحدة عندها 46 كروموزوم والتانية عندها 23 كروموزوم. واحدة very large يعني ايه very large؟ يعني حجمها 18 مايكرو والتانية سمولر. واحدة على طول ديتكتد ان ذا سيمي نيفرس تيوب والتانية ريرلي ديتكتد ان ذا سيمي نيفرس تيوب. واحدة النيوكليس بتاعتها فيها ديفرنت ستيجز اوف كولينج اوف كروموسومز خاصة انهي مرحلة البروفيز. تمام؟ انا كده ذاكرت الاثنين دول مع بعض. دي لما تخلص ميوزس 2 تتحول لخلية اسمها سبرماتيد. اسمها ايه؟ سبرماتيد. طب اخر حاجه من سبرماتيد تو سبير التغير اذا اي نوع من التغير؟ هل ميتوزس ولا ميوزس ولا تغير شكل؟ تغير شكل. اسمه ايه تغير الشكل؟ ميتامورفوزس. اسمه ايه؟ ميتامورفوزس. تمام كده؟ هل دول صعبين؟ طب تعالى كده وصف لي السبير. احنا كلهم قلنا لهم حجم السبير ده كام؟ قال لك ده 55 ل 60 مايكرومتر. يا احنا كنا مبتدئين هنا بكام؟ 7-8 ميكرومتر. تحولنا لكام؟ 55 ل 60 ميكرومتر. ليه؟ عشان طويل قوي. ليه تيل؟ ليه تيل؟ تمام كده؟ طيب ممكن بقى اسال حضرتك ازاي نتحول من
من ايه؟ ازاي نتحول من ايه؟ من سبرماتيد انتو سبرم. ازاي نتحول من سبرماتيد انتو سبرم؟ ممكن اسالك حاجه، هو ايه اللي مخليه طويل كده؟ هل الهد؟ تعتقد الهد؟ امال ايه؟ سبرم. طب قال لك طب دي ده الهد دي مبدئيا كام يعني من كل الليله دي؟ 5 مايكرو الهد. طب والباقي ده كله ايه؟ تيل. والباقي كله ايه؟ تيل. اوكي؟ طب تعالوا بقى ناخد كده السبير. بصوا بقى اسم الكتاب، لان احنا هناخد الحته دي على بعضيها كده وبعدين السبرماتيد، بس انا مضطره اكبره شويه عشان هنشرح عليه شويه حاجات. وادي النيوكليس بتاعته دارك نيوكليس، ده زي اي سلعه عاديه خالص. ايه اللي حصل له السبرماتيد ده؟ ابتدى يا جماعه الاورجانيتس بتاعته تروح في اماكن مختلفه من السل. هو كان سل عنده ار اي ار جولجي ابريتس، عنده سنتريول، عنده كل حاجه. خلاص ابتدت الاورجانيلز تترتب بترتيب اخر. ايه هو ابتدى الجولجي ابريتس الار اي ار والجولجي ابريتس يبقى في الحته دي كده، يبقى الاول ار اي ار وبعدين جولجي ابريتس فوق النيوكليس. ولما الاقي جولجي ابريتس فوق النيوكليس بتوقع ان ايه اللي يحصل؟ السكريشن يطلع منين؟ من القمه ولا من القاعده؟ تمام، ما احنا اتفقنا جولجي ابريتس دايما قريبا من السكريتري فاسكل. طالما حطيت ار اي ار هنا وجولجي ابريتس هنا يبقى نتوقع ان السكريتري فاسكل خارجه من هنا. تمام كده؟ at the same time السل دي كانت زي اي سل فيها 2 سنتريولز. من السنه اللي فاتت فاكر السنتريولز كانوا بيبقوا فين؟ جنب النيوكليس على طول، كانوا هنا. ده مكانهم الطبيعي اللي ربنا خلقه، كانوا هنا. اوكي الدو سنتريولز دول مايجريتد للاذر بول اوف ذا سيل، وقفوا هنا. يبقى الدو سنتريولز مايجريتد فين؟ اذر بول اوف ذا سيل. تمام كده؟ طب يبقى انا كده ابتديت اعرف ان السبرماتيد ده كان عنده في النص نيوكليس. ابتدينا نوزع الاورجانيلز بشكل مختلف. ايه اللي حصل؟ ار اي ار وبعدين الكولجي وطلع منه الفيزيكلز بقوا فوق الايه؟ النيوكليس. مين اللي فوق النيوكليس؟ الجولجي والفيزيكلز اللي بتخرج منه.
at the same time اي سيلف السنتريول ليهم سبيسيفيك لوكيشن، يعني هو ده موقعهم ان هم نير النيوكليس. في ايه اللي نير النيوكليس؟ ايه اللي حصل من التو سنتريولز؟ مايجريتد للاوبوزيت بول اوف السيلف، بمعنى ان عندي بول بقى فيه جولجي وبول بقى فيه سنتريول. تمام؟ ابتدى من السنتريول يطلع منه من one of the two centrioles. طب تفتكر من one of the two centrioles من ده ولا اللي نايم بالعرض؟ اكيد الطولي ده. ابتدى يطلع منه سيليا، اكسونيوم اوف سيليا. يبقى من one of the two centrioles يطلع منه وين؟ اكسونيوم اوف سيليا. فاكرين السنه اللي فاتت اكسونيوم اوف سيليا equal to flagella، equal to ايه؟ flagella. يبقى ابتدى يطلع منه حاجه اسمها فلاجيلا. من السنه اللي فاتت حد فاكر تركيب السنتريول كان كام مايكروتوبيول؟ 27 مرصوصين في كام مجموعه؟ 9. كل واحده فيها كام مايكروتوبيول؟ 3. يبقى مايكروتوبيولز. حد يفتكر من السنه اللي فاتت الفلاجيلا كام مايكروتوبيول؟ 20. مترتبين ازاي؟ 20 مايكروتوبيولز. كانوا مترتبين ازاي؟ 9 في 2 يساوي 18 اسمهم دبلتس. دول كانوا موجودين على البريفري، زائد 2 سنترال سنجلت، ودول كانوا موجودين فين؟ في السنتر. ده تركيب مين؟ الفلاجيلا. يبقى لو انا جيت سالتك ايه اللي حصل من وان اوف ذا تو سنتريولز، هما التو سنتريولز واقفين كده، تفتكروا وان اوف ذم اللي هو يعتبر مين؟ اللي هو قلب المحور الطولي، ايه اللي حصل له؟ سيليا ابتدت تجرف منه، والسيليا هنا مش هنسميها سيليا اكسونيوم اوف سيليا، هنسميه فلاجيلا. هنسميه ايه؟ فلاجيلا. تمام كده؟ فقال لك طيب بصوا بقى ايه اللي ابتدى يحصل؟ ابتدى يحصل حوالين الفلاجيلا. حد فاكر لو انا جيت سالتك هما كام مايكروتوبيول؟ 20، منهم كام على الطرف؟ 18، مرصوصين في كل مجموعه كام؟ 2. والمجاميع دي كان شكلهم لو رسمنا رسمه السنه اللي فاتت اهم دبلت 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 دبلت. المفروض ارسم كام دبلت من دول؟ 9 مجموعات من الدبلت او حسب كلام السنه اللي فاتت. اوكي، لو انت فاكر نعتبرهم ان احنا رسمنا 9 دبلت، ونرسم كام في المركز؟ 2. كنا سميناهم السنه اللي فاتت تو سنترال سنجلت. طب ايه اللي يبتدي يحصل؟ يقول لك حوالين كل واحده من الدبلت يطلع فايبرز اسمها السبورتنج فايبرز متدعمها. يبقى كل دبلت طلع حواليها ايه؟ سبورتنج فايبر. طلع حواليها ايه؟ سبورتنج فايبر. هي ايه السبورتنج فايبر دي؟ فايبرز كونتراكتايل ان اكشن معموله من بروتين. يبقى كل دبلت طلع يدعمه ايه؟ سبورتنج فايبرز. يقال ان هي مسكنه هي السيل ممبرين اللي هيبتدي يتكون. تمام كده؟ طب بصوا بقى حوالين الفلاجيلا تبتدي تظهر سبورتنج فايبرز. انا رسمهم كده، لكن انت فاهم هي السبورتنج فايبرز دي فين؟ السبورتنج فايبرز دي حوالين ايه؟ كل 2 دبلت من دول، يعني كل دبلت من دول اللي هو 2 مايكروتوبيولز مسكاهم سبورت فايبرز، شداهم سبورت فايبرز. انا المفروض عندي كام دبلت؟ 7. ايه اللي انا رسمهم دول؟ يبقى انا عندي المفروض كام؟ 9. خلاص كده؟ ايه الخطوط اللي رسمتها حواليها دي؟ سبورتنج فايبرز. ايه اللي حواليها؟ سبورتنج فايبرز. طب بعدين لقوا ايه؟ قالوا ابتدت الميتوكوندريا اللي كانت موجوده في السيتوبلازم هنا تمايجريت الميتوكوندريا وتقف حوالين السبورتنج فايبرز في اول حته بس. قالك ليه؟ قالك انا دلوقتي الاكسونيم ده هيتحرك، وعشان يتحرك محتاج انرجي، والانرجي جبها له منين؟ من الميتوكوندريا. طب لو جيت سالتك يبقى الانيشيشن بتاعت الحركه تبتدي من المكان اللي فيه الايه؟ الميتوكوندريا. طب ايه اللي يحصل بعد كده؟ الحته دي كلها تتغطى كده بسيل ممبرين وشوية سيتوبلازم، ويبتدي الشكل يبقى مش مرتب كده، وبعد شوية نبتدي نرتبه ونخليه شكله حلو. تمام كده؟ يبقى حد كده يقول لي ازاي حصل اتكون سبيرم؟ كانت خلية اسمها سبيرماتين. حاجة هاجرت لفوق وحاجة هاجرت لتحت. مين اللي فوق؟ جولجي والفيسكل اللي بتطلع منه. طب وحاجة تحت؟ اثنين سنتريولز.
تمام كده؟ خلاص خلصنا كده من القصه دي. طب لو جيت سالت حضرتك كده من التو سنتريولز واحد منهم مش الاثنين هيبتدي يستف منه فلاجيلا. الفلاجيلا دي عباره عن ايه؟ عددهم كام؟ 20. مرصوصين ازاي؟ 9 بريفرال دبلتس و 2 سنترال سنجلت. ابتدت تنمو الفلاجيلا بالطول كله. نيجي حوالين الفلاجيلا عايزين نسبورت. يعني ايه سبورت؟ ندعمها. ندعمها ازاي؟ ما نخليها ممسوكه في السنجل برين كونتراكتايل بروتين. اوكي؟ اسمه ايه البروتين ده؟ سبورتنج فايبرز. اسمه ايه؟ سبورت. وتفتكر عدد السبورتنج فايبرز اللي حوالين كل حته من الفلاجيلا كام؟ 9. لان هم 9 باندلز كل باندل سبورتد بوان فايبر. تمام كده؟ طب وبعدين ابتدت الميتوكوندريا اللي كانت موجوده عندي في السيتوبلازم مايجريت وتكفر اول حته من الفلاجيلا والسبورتنج فايبرز. ليه؟ قال لك الحته دي اكيد اللي فيها الانيشيشن اوف موفمنت. خلاص؟ قال لك طب تعالوا كده نكفر كل السبيرم ده باي حته رقيقه من السيتوبلازم وباي سيل ميمبرين. كفرت كله بسيتوبلازم اند ايه سيل ميمبرين. ويبقى هو ده تركيب السبيرم. قال لك طب انا رسمت واحد منظم كده وحاجه الحته اللي فوق دي تمثل هبت. وانت شاطر عرفت الهبت دي فيها مين ايه؟ نيوكليس وفوقيها جولجي ابريتس وفوقيها الفيزيكلز اللي خارجه من جولجي ابريتس. تمام كده؟ رحنا واخدين الادر بارت اللي هو الادر بول اوف ذا سيل واقف فيه منه ايه؟ تو سنتريولز. قال لك بس هنيجي عند الحته اللي فيها تو سنتريولز ونسميها ناك وملهاش طول لان الكتب كاتبه ان هي لا تتعدى الميه. خلاص؟ يبقى دي سميناها ايه الحته اللي واقفه فيها تو سنتريولز؟ ناك. طب وبعدين حته ابتدى يعمل ينمو من ون اوف ذا تو سنتريولز الديل الطويل. اسمه ايه الديل الطويل ده؟ فلاجيلا. ايه اللي حوالين الفلاجيلا؟ وحته منهم بقت حواليها ميتوكوندريا. نسمي الحته اللي حواليها الميتوكوندريا ميدل بيس. الحته اللي حواليها الميتوكوندريا نسميها ايه؟ ميدل بيس. وتاخد كام؟ 5 مايكرو. طب وبعدين تبتدي الميتوكوندريا تختفي. اصل قال لك الحته دي بس اللي فيها الانيشيشن اوف موفمنت بس. طب وبعد كده مش محتاجينها. نسمي الحته دي كلها ايه؟ برنسبل بيس. نسميها ايه؟ برنسبل بيس الاساسيه. هي البرنسبل بيس دي تفتكر هتطلع كام مايكرون؟ من الحجم كده من المرسوم اهو. لو دي 5 ودي 5 والنك مش مكتوب لها دي بالنسبه لهم تعتبر قد ايه؟ يمكن بيقولوا 40 مايكرون ممكن. عشان كده سميت الايه؟ البرنسبل بيس. طب وحته في النهايه خالص بيبقى اسمها ايه؟ end end piece. ايه اللي مختلف في الاند؟ ايه اللي ناقص في الصوره؟ نو سبورتنج فايبرز. قال لك اصل ده الاند بتاع السبرينج سبورتنج ايه؟ مش محتاجين السبورتنج فايبرز. الاند بيس دي تفتكر تطلع هي كمان كام؟ 5 مايكرو؟ ماشي اوكي 10 مايكرو؟ اوكي اتس ذا اند اوف ذا ايه؟ اوف ذا سبير. يبقى دي كده الاند. طب ودي البرنسبل. طب لو انا جيت سالت حضرتك كده تقدر تقول لي هو السبيرم تقسيمته بتفكيرك كده اتعمل ازاي؟ يلا. كان الاول خليه مدوره اسمها سبيرماتيد. قول سبيرماتيد. السبيرماتيد ده زيه زي اي انسان عنده نيوكليس. ايه اللي جه وقف فوق النيوكليس؟ جولجي. وجولجي هيطلع منه سيكريتوري فازكلز. تمام؟ وعند الاذر بارت اوف ذا سيل وقف تو سنتريول. التو سنتريولز لما وقفوا بالبنديكولار على بعض احتضنهم النك. والكتاب ما رضيش يقول ليها حجم ليه؟ يعني قال دي 5 مايكرو. طب ودي ما رضيش يقول ليها حجم ليه؟ علشان حاجه صغيره قوي تكاد تكون مايكرو. طب وبعدين ابتدى من التو سنتريولز ايه اللي يجرو؟ والفلاجيلا دي لما كبرت كانت عباره عن ايه؟ تقول لي 9 ازواج من المايكروتوبيول و2 سنترال سنجلت. يبقى بريفرال ماي دبلتس و2 سنترال سنجلت. وابتدينا ندعمها بايه من بره؟ بسبورتنج فايبرز. تمام؟ طب ومين اللي تراكم حوالين السبورتنج فايبرز؟ مايتوكوندريا. الحته اللي تراكمت بس فيها المايتوكوندريا سميناها ميزوبليز. طب لو جيت سالتك بعد كده الحته دي فايدتها ايه؟ انيشيشن اوف موفمنت. حجمها 5 مايكرومتر. وبعدين عندي حته طويله اسمها ايه؟ برنسبل بيس. حد تقدر تقول لي عباره عن ايه برنسبل بيس؟ عباره عن نمبر 1 فلاجيلا.
حواليها سموها بيلوفايز. في ميتوكوندريا؟ نو. طب وحجمها كام؟ ممكن توصل ل 40 مايكرومتر، اوكي؟ طب في النهاية في حتة اسمها NPs، الNPs دي كام؟ قال لك حجمها من 5 إلى 10 مايكرومتر، الNPs فيها إيه؟ فلاجيلا بس. كل ده كفرد بإيه؟ سيتوبلازم أند سيل ميمبرين، كفرد بسيتوبلازم أند إيه؟ سيل ميمبرين. نقدر كده نفتح الكتاب بقى ونقرأ كويس. هيد أوف ذا سبيرم، حد كده يقدر يقول لي الهيد أوف ذا سبيرم ده عبارة عن إيه؟ يلا بقى تعالوا بقى ناخد كده الهيد اوف ذا سبرم. الهيد اوف ذا سبرم مينلي تمثل انهي جزء في السبرماتيد؟ الجزء اللي فيه النيوكليس، اوكي؟ نزود بقى معلومه عليه، الحته اللي فيها النيوكليس اهي، اوكي؟ الحته اللي فيها النيوكليس anterior two-thirds of the nucleus، anterior two-thirds of the nucleus اهي، covered with أكروزوم مليان لايزوزومات يعني هيدروليتك إنزيمز، عبارة عن هيدروليتك إنزيمز. يبقى الانتيريور تو ثيرد اوف ذا هيد عليها حاجة اسمها الأكروزوم. واحد يقول لي يعني انت ما قلتلناش الأكروزوم، انا سايباك انت تستنتج. فكر من غير ما تتهور، تفتكروا الأكروزوم يطلع ايه من الاورجانلز اللي انا شرحتها؟ هل هو الجولجي ابريتس ولا السكريتوري فيسيكلز اللي خارجه من الجولجي؟ الفيسيكلز اكيد اكيد الاكروزوم ما هوش الجولجي نفسه، يا اما كنا سميناه جولجي. طب يبقى هو اكيد هيطلع ايه؟ السكريتوري فيسيكلز اللي كفرنج اللي طالعه من الجولجي ابريتس. السكريتوري فيسيكل دي هتكفر قد ايه من السبرم؟ تمام. وتسمى الاكروزوم، وتسمى الايه؟ اكروزوم. ومليانه بايه الاكروزوم ده؟ هيدروليتك انزيمز. السنه اللي فاتت قلتوا فيزيكال مليانه هيدروليتك انزيمز تعتبر از لايزوزوم، تعتبر از ايه؟ لايزوزوم. يبقى احنا كده كنت بسميها هنا دلوقتي فيزيكال، لكن اكتشولي لما تعرفنا عليها لقينا الفيزيكال دي جواها ايه؟ هيدروليتك انزيمز. وطالما هي هيدروليتك انزيم يبقى لازم يبقى اسمها لايزوزوم، يبقى لازم يبقى اسمها ايه؟ لايزوزوم. تمام كده؟ يبقى انا كده باختصار عمال يقول لي اكروزوم ويقول اسامي بتقرف بتاع، هو ما هو الا ايه؟ لايزوزوم بس كفرنج الانتيريور تو ثيرز. تمام كده؟ واحد قال لي طب وايه فايده الاكروزوم ده؟ بتطلع منه الهيدروليتك انزيمز اثناء التقاء السبرم بالاوفر. لو دي اوفر خلاص، اثناء التقاء السبرم بالاوفر الاكروزوم ده بيتفتح ويطلع هيدروليتك انزيمز. وهقول له ازاي بيتفتح وازاي بيطلع الهيدروليتك انزيمز. طب بيطلع الهيدروليتك انزيمز ايه اللي بيحصل؟ دايجست ايه؟ لحوالين. عندكم حلول تانية؟ بيدايجست ايه؟ كورونا اللي تقريبا ايه؟ كافيليس اوفيس كافيلينج؟ انت ما افتكرتك تقولي كلام معايا. اوكي طب بصوا بقى يا جماعة، لو انا عندي كده اولا ما ينفعش نسميها اوفر، نعيد كلمة اوفر دي لا تحدث الا بعد الفيرتلايزيشن، غير كده مفيش حاجة اسمها اوفر في الحياة. يعني ما ينفعش حد يقول ان كل شهر بنطلع من الاوفري اوفر، مفيش. ما بنطلع حاجة اسمها ايه؟ اووسايت. اسمها ايه دي؟ اووسايت. حواليها خلايا بتدعمها تاج دي اسمها الكورونا رادياتا، عامل لبسه تاج. شايفين التاج اللي لابساه ده؟ تاج. التاج اسمه ايه؟ كورونا. التاج اسمه ايه؟ كورونا. وحوالين التاج خلايا اسمها كاميلوس اوفوس، حوالينها من بره كمان خلايا اسمها ايه؟ حاشيه، كاميلوس اوفوس. مش مهم يعني، المهم حواليها تانية خلايا حاشيه تانية. طب وبعدين؟ وحوالين كل ده كمان بيفصل دي من الكورونا رادياتا حاجه اسمها زونا بيليوسيدا. اسمها ايه؟ زونا بيليوسيدا. زونا
ليوسي ده الخط التخين اللي انا برسمه ده عباره عن جلايكوبروتين ميمبرين. يبقى لو حد كده قال لي هي الاوكوسايت اللي لو حصل لها فيرتلايزيشن بقى اسمها اوفا اثناء التقائها بالسبيرم تبقى رايحه له عروسه بقى متوجه لابسه تاج ومسميه التاج بتاعها ايه؟ كورونا رادياتا. ولابسه الاول كده حاجه لونها احمر زونا بليوسيدا لابسه ممبرين كده احمر اسمه زونا بليوسيدا بيبان اندر الميكروسكوب فعلا ريد ان كلر لان جلايكوبروتين ممبرين. وبعدين لابسه لابسه تاج التاج حواليها كده شكله جميل قوي التاج ده اسمه كورونا رادياتا حواليها خادمات يخدمنها اسمهم المتجمعين حولها الكاميبس اللي حواليها الاكيوميليشن انهم بيساعدوها عروسه بقى قالك طب وبعدين قالك لما يجي السبيرم ان كونتاكت مع الاوفا لازم يهضم الناس دي كلها والزونه باليوسيدا يختار كل دول عشان يعرف يوصل لها. يبقى لازم يشيل من سكته مين كاميلس اوفرس ولازم يشيل مين كورونا رادياتا ولازم يشيل مين زونه باليوسيدا عشان يعرف يوصل لست الكل اللي اسمها اوسايت. لازم يدايجست كل دول عشان يدايجست الناس دي دايجست بواسطه الاكروزوم تمام كده. يبقى الاكروزوم ده بيدايجست ايه الكتاب كاتب لك بيدايجست ديسوسييت كاميلس اوفرس فين الكاميلس الحاشيه الحاشيه كاميلس يعني اكيوميليت او يعني الاوسايت اوفرس الاوفرس اللي هي الاوسايت كاميلس يعني المتجمعين حولها كان يحب يقول عليها كاميلس اوفرس مش عارفه مين النطق صح كاميلس اوفرس اوكي. طب يبقى لو انا بقى كده قلت لك كده الاكيوميليتنج سيلز حواليها اسمهم كاميلس اوفرس طب والتاج بتاعها اسمه كورونا رادياتا طب والقميص اللي لابساه اسمه زونا بليز تمام كده خلاص كده. طب ممكن اسال بقى حضرتك كده تقدر تقول لي الهيد مكونه من ايه بقى كلام الكتاب الهيد مكونه من ايه نمبر 1 حجم الهيد 5 مايكرون مكونه من نيوكليس تصبح النيوكليس بدل ما كانت مدوره سلايتلي فلاتند بالمنظر ده اوكي عليها كفر من اسمه اكروزوم واتفقنا كلمه اكروزوم تساوي بالنسبه لحضرتك ايه لايزوزوم كفرنج ايه الانتيريور ثيرد اوف ذا هيد والاكروزوم ده فايدته ايه بيدايجست بيدايجست ايه تقول لي نمبر 1 كوميلوس اوفرس نمبر 2 كورونا رادياتا نمبر 3 زونا بيليوسيدا عشان تلاقي طالب كاتب الكلام دقيق قوي في الامتحان لازم يبقى فاهم لان هو ممكن بيجيب واحده او اثنين من الكلام ده او بينساهم او بيلخبطهم او اي حاجه. نمرة 2 تاني جزء من السبيرم اسمه نجمه تقدر تقول لي انك دي الكتاب ما رضيش يكتب ليه ليها حد لانها ايه لا تتعدى المايكرو ايه اللي واقف في النك سنتريولز تو سنتريولز بيربنديكولار اون ايتش اذر. طب ناخد دي اسمها ميدل بيس تقدر تقول لي ميدل بيس حجمها كام 5 مايكرو ايه المتواجد في الميدل بيس نمبر 1 فلاجيلا بداية تكوين الفلاجيلا اهي وايه كمان سبورتنج فايبرز وايه كمان ميتوكوندريا ايه فايده الميتوكوندريا في المكان ده انيشيشن اوف مود. طب خدنا بعد كده حته كبيره اسمها برينسيبل بيس البرينسيبل بيس دي حجمها تقريبا 40 مايكرو فيها ايه فلاجيلا وايه كمان سبورتنج فايبرز اخر حته اسمها اند بيس عباره عن ايه فلاجيلا من غير سبورتنج فايبرز اوكي والفلاجيلا دي عباره عن ايه اللي هي الحاجه اللي بتعمل موتيلتي للسبيرم اوكي كل دول سراوندد بشويه سيتوبلازم وايه وسيتوبلازم خلاص. طب لو جيت سالتك الحته دي فيها ثلاث عناصر دي بقى فيها حاجتين دي بقى فيها حاجه واحده دي فيها ثلاث حاجات ايه هما فلاجيلا سبورتنج ميتوكوندريا وبعد كده فلاجيلا سبورتنج وبعد كده فلاجيلا بس تمام كده. مين الانيشيشن اوف موفمنت ميدل بيس اللي هي اسمها ميتوكوندريا الحته اللي فيها الميتوكوندريا تمام خلاص كده. ده احنا كده خدنا شكل الايه السبيرم هاو تو فورم سبيرم اسمي تكوين سبيرم سبرماتوجينيسيس. واحد يقول لي ده الكتاب عمال يلف ويعجن تاني يلف ويعجن مقرف اقول لك اه صح. طب انت كشاطر تقدر تقول لي في ثلاث مراحل المرحله الاولى اسمها مرحله ايه سبرماتوجونيا المرحله الثانيه اسمها مرحله سبرماتين والسبرماتوسايت والمرحله الاخيره اسمها السبرماتيد وتحويله للسبرم. هيرجع تاني يشرحهم لك وكانك واحد عبيط مش فاهم من اول مره مش انت يعني
اوكي لو جبت اليكسا انت كده المرحله الاولى اسمها مرحله بسم المنقول وبقى يلا انتوا شاطرين لان هو ايه تاني الكلام زي الشطار انا هكرر لهم الكلام تاني يبقى اول مرحله اسمها مرحله سبرماتوجونيا حد شاطر يقول لي مرحله سبرماتوجونيا تبدا بيه دارت سبرماتوجونيا تدفايد بي مايتوزيس ستارتي تو تايبس اوف سيلز سم اوف ذم دارت اي سم اوف سيلز بي تي مين اللي تعتبر سايكلينج بي تي هاو تو ديفرنشيت البي اي بيل اوفر نيوكليس حاجه من الخليتين دول كان مايكرو ماشر مايكرو لما دي ديفايد في مايتوزيس دي خليه اسمها تايب تي هاو تو ديفرنشيت البي سيل سلايتلي لارجر راوندد او سبيكتر نيوكليس تو ديفايد وات تايب اوف ديفيجن مايتوزيس تديني خليه اسمها برايمري سبرماتوسايت تو ديفايد ويب مايوزيس تديني سكندري تو ديفايد ويب مايوزيس تديني واحده اسمها سبرماتين ما يزيد دي من دي ده لارجست سيل كام 18 ودي سمول دي ديتكتد فريكوينتلي انسايد السيمينيفرس تيبيو دي كانت بي ديتكتد ليه دي قاعده في البروفيز لوحده 22 يوم لكن دي قاعده فتره قليله جدا في المايوزيس 2 لو جيت سالتك دي عندها كام كروموزوم 46 لكن دي عندها كام كروموزوم 23 طب دي بالديفايد اسمه فيرست مايوز لكن دي الديفيجن بتاعها اسمه سكند مايوز تمام كده في نهايه المايوزس بتاعتي تديني خليه اسمها سبرماتيد نحول السبرماتيد انتو سبرم لو جيت سالتك من السبرم دي سبيسيفيك نيم اسمه سبرماتوزوم حجم السبرماتيد 7 8 مايو حوله للسبرم اسمي العمليه دي ميتامورفوز اسميها ايه يبقى دي اسمها مايتوزس ودي اسمها مايوزس ودي اسمها ميتامورفوزس واخر مرحله اللي هي تحويل سبرماتيد انتو سبرم اسمها ميتامورفوزس اسمها ايه ميتامورفوزس تعالوا ناخد خطوات الميتامورفوز ممكن تاخدوا دي خطوات الميتامورفوز اللي هي انهي ستيج السبرماتيد اللي في الاخر خالص مرحله السبرماتيد يلا هتلاقي نفسك عرفتها لان انا ضحكت عليك وشرحتها في يعني دول خلاص نعم دول في مشكله؟ لا لو في مشكله اقول مش هو نفس الكلام صح؟ بصوا اللي هي البتاعة دي احنا شرحناها دلوقتي انا ضحكت عليك وشرحتها لو فيها مشكله قولوا لي هو كاتب هنا مين بينقسم بميتوزيس ومين بينقسم بميوزيس وانا اعتقد ان الاسهل هو كده عشان تعرفش تضغط نفسك كتير الرسمة دي أحسن سبرماتوسايد دي 2 ان ايوه برايمري لكن السكندري انا واحده السكندري ان صح هي 2 ان 2 هما الاثنين دول بس ثاني السكندري لا مش كده كده 2 ان اه سبرماتيد كده 2 ان وسكندري سبرماتوسايد لا لا بصوا لا مش كده ان مش طبعا لا ان هو مش كنت بتغير انا كتابي صح السكند سبرماتوسايت والسبرماتيد ان مش اتنين ان ان يلا ناخد بقى اخر حته يلا يا يلا حلو يلا يا يلا حلوه يلا عشان ما نكمل اخر حته دي وانت ازاي هتشوفوا على التاني مش هتلاقوها صعب تعالى هقسم المراحل بتاع التكوين من سبرماتيد انتو سبرم ثلاث مراحل على فكره هو الكلام اللي انا شرحته بس كل مرحله هحط لها اسم خاص يعني
وانا لما جيت سالتك قلت لك السبرماتيد عشان يتحول لسبرم قلنا اول حاجه ايه اللي بيحصل؟ مين اللي بيطلع فوق النيوكليوس؟ الجولجي. الجولجي يبتدي يطلع منه سكريتري فيزيكال، والسكريتري فيزيكال بعد شويه قلت لك دي اسمها اكروزوم، وقلت لك الاكروزوم ده طلع ما هو الا لايزوزوم، وفرقنا اللايزوزوم على انتيريور تو ثيرز اوف ذا هيد. بس هو ياخد اول مرحله يقول لك مرحله اسمها جولجي فيز. اسمها ايه؟ مرحله جولجي. اسمها ايه؟ مرحله جولجي. من اسمها كده مين اللي بيلعب المين رول في المرحله دي؟ جولجي. اللي يحصل بصوا بقى يا جماعه، بصوا بقى عشان ما نلخبطش. نمبر 1 جولجي ابريتس يقف سوبرا نيوكلير، يطلع من الجولجي ابريتس سكريشن. السكريشن ده بيسموه برو اكروزومال جرانيولز. بيسموه ايه؟ برو اكروزومال جرانيولز. اكيوميليتد برو اكروزومال جرانيولز تعمل لي لايك فيزيكال اكروزومال فيزيكال. اكروزومال فيزيكال ستارت تو سبريد على الانتيريور هاف اوف ذا هيد. الاول anterior half of the head مش anterior two thirds. وسمي المرحلة دي Golgi phase. At the same time في نفس الستيج two centrioles migrate to the opposite cell of the opposite pole of the cell. حد يقدر يقول لي ايه اللي حصل في مرحلة Golgi؟ هو ابتدى يكلمها لك بدقة. Golgi apparatus كان فوق النيوكليوس، خرج منه جرانيولات صغيرة. الأول الجرانيولات دي عبارة عن المادة نفسها الإنزيمية، الإنزيم نفسه اللي عمله جولجي، سميناهم إيه؟ برو أكروزومال جرانيولز. كولكتد برو أكروزومال جرانيول عملت لي حاجة اسمها فيزيكال حويصلة. الفيزيكال دي تستارت تو سبريد على الأنتيريور هاف أوف ذا هيد وسميه أكروزومال كاب. انت واخد بالك الكتاب استخدم كام لفظ بقى عشان يغلبك؟ هو ده اللي هيضايقك. نمبر 1 برو اكريزومال جرانيولز، وبعدين لما اتجمعوا مع بعض سميناهم فيزيكال، ولما الفيزيكال سبريدد على الانتيريور هاف سميناها كاب. سميناها ايه؟ كاب. وليتر اون الكاب ده لما يسبريد على الانتيريور تو ثيرد نسميه اكروزوم. ايه ده؟ يعني الكتاب كل اللي ضايقك فيه واللي انت مش هتعرف تكتبه في الامتحان هي النقطه دي. انت مش هتعرف تكتب دول في الامتحان. من فراز تعرفي على كتابات الطلبه بيجي في الحته دي ويتلخبط هو هيكتب ايه. نمبر 1 تعالوا بقى نجمعهم كده، حط عليهم خطوط عندك في الكتاب. نمبر 1 هيدروليتك انزيمز بتتصنع فين؟ في الار اي ار زي ما قلنا قبل كده. والار اي ار تروح وتتجمع فين؟ جولجي ابريتس، وتخرج من الجولجي ابريتس لايك ايه؟ بص بقى الكتاب كاتب لك اول نمبر 1 برو اكروزومال جرانيولز، يبقى ده اول اسم. اسمه ايه؟ برو اكروزومال جرانيول فيوز توجذر عشان تعمل لي حاجه اسمها اكروزومال فيزيكال. يبقى الاول كانت وهي صغننين كده، بصوا كده الاكرو اهي جواها صغننين كده جواها هيدروليتك انزيمز، اتجمعوا عملوا واحدة كبيرة سميناها فيزيكال. لما عملت سبريد على الانتيريور هاف بتاع الهيد سميناها كاب. في المرحلة اللي بعديها لما تسبريد على الانتيريور تو ثيرز اوف ذا هيد هنسميها اكروزوم. نعم طب مفيش مشكلة، اوكي نعملها مع الاكريزومال فيز. بس في الرسم افتحوا الرسمة كده، افتحوا الرسمة ده صلح عمي صلح. طب خلاص اوكي مفيش مشكلة. اللي هي اللي كاتب اللي هي الاكريزومال فيزكال سبريد على انتيريور هاف تبع الستيج اللي بعديها اسمها اكريزومال فيز. طب كويس، هي كانوا قبل كده الكتب كلها كانوا كاتبين الكاب ده تبع الستيج دي. احنا كلنا هنعمله هنعمل كده بس. وده مور لوجيك على فكره. اوكي كان هو
الموضوع لوجيك جدا يعني، لان ده صح المفروض يبقى تبع الستيج بس انا اكتبه حلو قوي كده الكلام موثق اكتر. الفكره دي الحته دي متعدله 100 مره قبل كده. وروني كده وريني كده الرسمه دي هي اللي مكتوب فيها في الاخر هنشوف فيس اللي بعديها. يا جماعه لو انا جيت سالتك كده حد يقدر يقول لي ايه اللي بيحصل في الجولجي ابريتس؟ قول لي كده ايه اللي يحصل في الجولجي ابريتس؟ ايه اللي حصل في الجولجي ابريتس؟ نمبر 1 الجولجي ابريتس طلع فيزيكال صغيره، بس اول ما طلعت الفيزيكال الصغنونه دي كان اسمها جرانيولز، برو اكروزومال جرانيولز. كان اسمها ايه؟ برو اكروزومال جرانيولز. اتجمعت مع بعض وعملت وان فيزيكال كبيره. اوكي ليتر اون الوان فيزيكال دي سبريد اوفر الانتيرو هاف ونسميها اكروزومال كاب، وليتر اون الاكروزومال كاب لما نكفر الانتيرو ثيرد نسميه اكروزوم، نسميه ايه؟ اكروزوم. اوكي اتفقنا؟ طب لو انا جيت سالتك المرحله الاولانيه دي مين اللي كان بيلعب فيها المين رول؟ جولجي، سميت بجولجي فيز. ات ذا سيم تايم ولما الحاجات دي تكون بتحصل ان جولجي ابريتس تو سنتريولز بتبتدي مايجريت تو ذا اوبوزيت بول اوف ذا سيل، بتبتدي مايجريت تو ذا اوبوزيت بول اوف ذا اوف ذا سيل. الستيج اللي بعديها اسمها اكروزومال فيز. ابتدي انت اعرف لي ايه اللي يحصل في الاكروزومال فيز. كان عندي فيزيكال، ايه اللي يحصل للفيزيكال؟ سبريد على الهاف اوف ذا هيد. يعني ايه الهاف اوف ذا هيد؟ بصوا انا رسمت في النهايه خالص ان هي سبريدد على انتيرو تو ثيرد. الكلام ده حصل على مرحلتين، لو دي كده النيوكليس بتاعتي الاكروزوم يسبريد الاول على الانتيرو هاف اوف ذا هيد كده انتيرو بس. ليتر اون لما يبتدي يبقى مور ماتيور سبير الهيد دي تبقى كفر في الانتيرو تو ثيرد بتاعتها، يعني اغلبها الا حته صغيره بده. هنا نسميه كاب وهنا نسميه اكروزوم، نسميه كاب ونسميه ايه؟ اكروزوم. يبقى في الاكروزومال ستيج اللي حصل الفيزيكال بدل ما كانت كوره كده ابتدت تسبريد لايك كاب، والكاب ده بيخطي قد ايه من الهد؟ هاف. ابتدى ايه اللي يحصل من التو سنتريولز؟ يطلع مين؟ فلاجيلا. والفلاجيلا دي طلعت معموله من كام مايكرو تيبيول؟ 20. مرصوصين ازاي؟ 18 بريفرال دبلت واثنين سنترال سنجلت. وايه اللي ابتدى يظهر حواليهم؟ سبورتنج فايبرز، وحوالين السبورتنج فايبرز ابتدت تمايجريت حواليهم ميتوكوندريا، وابتدى يظهر حوالين كل ده شويه سيتوبلازم وسيل ممبرين. تمام كده؟ لو وصلنا لمرحله الماتيور سبيرم تفتكروا انا علشان اعدل السبيرم بشكله النهائي اللي هو الشكل الماتيور، لك اثناء تكوين السبيرم بالمنظر ده بيبتدي اكيد شكل السيتوبلازم مش شكل لطيف، في حتت كده طالعه لان اكيد مش هننظمه من الاول بالمنظر ده، في حتت كده من السيتوبلازم زياده. مين اللي يحاول يجي يرتبه ويكونفيجوريت الشكل ده ويخليه شكله جميل قوي؟ ما احنا اتفقنا مين اللي بتدعم السبيرم وتاخد منه كل القاذورات والحاجات دي؟ السيرتولي. تيجي السيرتولي سيل تفاجوسايتوز الاكسس سايتوبلازم وتقصهولي وتخليلي شكله جميل ومرتب جدا، يبقى مين اللي ابتدت تساعده انه يدخل في مرحله الماتوريشن؟ سيرتولي سيل.
اوكي. يبقى لو جيت سالت حضرتك كده المرحله بتاعه الماتيور سبيرم ايه اللي حصل؟ بدل ما كان لابس لايك كاب ابتدى الكاب ده يكفر الانتيرو تو ثيرد وبقى اسمه الاكروزوم. بدل ما كان كاب بس بقى اسمه اكروزوم كامل. نمره 2، مين اللي ابتدى يظبط المنظر ده كله وياكل الاكسس سيتوبلازم ويظبط منظره؟ سيرتولي سيل. وابتدى السبرم ياخد منظر شكله تحفه قوي. مش بس كده، ابتدت سيرتولي سيل تشيله على دماغها من فوق. يعني ايه تشيله على دماغها؟ قال لك بص كده، نرجع للرسمه دي، هو النهايه كده شايفين كده الصوره دي، هو السبرم واقف هنا فين في الاخر؟ على قمه السيرتولي من فوق. قال لك طيب بس كده؟ قال لك لا، ده كان في بينهم تواصل، مربوطين مع بعض بروابط، رطب امه سيرتولي سيل روابط. قال لك طيب بعد شويه ايه اللي يحصل؟ السيرتولي سيل تقول له خلاص انت كده انا اتميت نضجك، ساعدتك ان يبقى شكلك ماتيور، امشي بقى. يقول لك طب نفك الرابطه اللي بيننا ازاي؟ احنا مربوطين مع بعض، ماسكين مع بعض، نفك ازاي الرابطه؟ قلت له مفيش مشكله، احنا هنحل الروابط اللي بيننا، نقطع الروابط اللي بيننا واتكل على الله امشي. وهنتفق بعد شويه علشان حتى يعرف يمشي لازم بتدلوا عليه جردلين ميه كده يساعدوه ان هو يمشي من المكان ده. طب اسمي فكت الرابطه السبرم من السيرتولي سبرميشن، اسميها ايه؟ سبرميشن. يبقى لو جيت سالتك كده يعني ايه سبرميشن؟ ان السيرتولي كانت مربوطه بالسبرم بجانكشن كومبلكس برابط. مين اللي فك الجانكشن دي؟ هنعرف بعد شويه ازاي تفك، بس فك الجانكشن اسمها سبرميشن. اسمها ايه؟ سبرميشن. نفك الرابطه منه، تمام كده؟ طب حد كده يقدر يقول لي ايه اللي حصل في الستيجز دي كلها؟ نرتبهم بقى تاني كده زي ترتيب الكتاب بالظبط. اول مرحله اسمها جولجي فيز. ايه اللي حصل في جولجي فيز؟ نمبر 1، جولجي ابريتس مايجريتد عند البول اوف ذا سيل، واحد من البولز اوف ذا سيل بقى سوبر نيوكلير. على فكره ابتدى يتصنع في الار اي ار هيدروليتيك انزايم، يروح لجهاز اسمه جولجي. تطلع من جولجي نتكلم في نقطتين، حاجه اسمها كروموزومال جرانيولز، وين اكيوميليتد تتحول لحاجه اسمها كروموزومال فيزيكال. At the same time, the two centrioles migrated from beside the nucleus to opposite pole of the cell. سمينا المرحلة دي مرحلة جولجي. المرحلة الثانية مرحلة أكروزوم. إيه اللي يحصل للفيسكل؟ تبقى like a cap والكاب يكفر الانتيريو هاف. At the same time, من the two centrioles, flagella grow عشان تعمل لي the tail of the sperm. At the same time, accumulated fibers حوالين الفلاجيلا to support it. اسمها supporting fibers. اول جزء ابتدى يأكيوميليت حوالينه ميتوكوندريا، وسمينا الحتة بتاعت الميتوكوندريا middle piece، تمام كده؟ المرحلة دي فيها excess cytoplasm طالع من السبرم بالمنظر ده والregularities في شكل السبرم، سمينا المرحلة دي acrosomal phase. الماتيوريشن، how to be mature sperm. number one، بدل ما كان شكله like cap spreaded الكروزوم ده الكاب ده على الانتيريور تو ثيرد وبقى اسمه اكروزوم، بقى اسمه اكروزوم. نمره 2، سيرتولي سيل ما عجبهاش المنظر ده، تيجي تشيل الاكسس سيتوبلازم والاريجولاريتيز. ات ذا اند اللي يبتدي يحصل تفك الجانكشن بتاعتها بينها وبين السبرم، واسمي الخطوه دي فك الجانكشن سبرميشن. اسميها ايه؟ طب بعد ما فكت الجانكشن دي، مش بس فكت الجانكشن دي، زقته شاطر يلا زحيته بايه؟ هتكب عليه اجاشو فلويد، هنسميه بعد كده تستيكولر فلويد. هي هتكب عليه تستيكولر فلويد عشان تخليه يمشي. اسمي الستيج الاخيره دي ماتيوريشن ستيج. اسميها ايه؟ ماتيوريشن ستيج. هو لما السبرم يبقى ماتيور يمشي يروح فين؟ فكر كده، هيروح فين يعني؟ ليومن او ديسيمي نيفرس تيبيول. يعني هيفك من السيرتولي يروح فين؟ اليومن اوف ذا سيمينيفرس. يعني ايه اليومن اوف ذا سيمينيفرس؟ التجويف بتاع السيمينيفرس تيبيول عشان يبتدي يتحرك ويمشي اوتسايد التستس، تمام كده؟ يبقى احنا الاحداث دي كلها بتحصل كانت جوه ايه؟ السيمينيفرس تيبيولز. عندي اثنين ميديكال ابلكيشنز مكتوبين. سبرميشن فيلير، هو ممكن السبرم ما يعرفش يسيب السيرتولي؟ قال لك اه. توكسنز، ادويه، دراكس، كيموثيرابي، الكيموثيرابيوتيك ايجنتس،
كلها حاجات بالمنظر ده بتخلي السبيرم ما ينفعش يفك من ايه؟ من السيمينيفرس تيبيول فارماكولوجيكال، اللي هي الحاجات اللي زي الدواء والتوكسينز والحاجات دي كلها. اوكي؟ طب لو انا حصل فيديو في سبيرميشن، العيان ده يشتكي من ايه؟ انفيرتيلتي. واحد يقول يعني هو ما عندهوش سبيرم، تكوين سبيرم؟ لا عنده، بس مش عارفين بعد ما كوناه ان احنا نفكه من السيرتولي. الاند ريزلت هيشتكي من ايه العيان ده؟ انفيرتيلتي. انفيرتيلتي. يجي لي في امتحان الام سي كيو يقول لك هو العيان ده بيشتكي من فيلير اوف سبرماتوجينيسيس، ما بيشتكي من فيلير اوف ايه؟ اوف سبرميشن. خلاص؟ لكن الاند ريزلت في كل الاحوال هو ايه؟ انفيرتايل. قال لك طب والسبرم يفضل مربوط بالسيرتولي، قال لك السيرتولي ما تغلبش، تطلع تهجم على العيل ابنها ده وتعمل امر هجم عليه واكلاه. قال لك هو افضل لازق فيا لازق فيا، ما احنا عايزين نعمل تانيين جداد. طب يا بنتي ما هو مش راضي يفك منك، تقول لك ولا حاجه انا اطلع اكلاه وخلاص منه. يعني الواد اللي لازق فيها ده السيرتولي ماما وكله وتحضر وحلوه وحنينه وجميله، بس تفضل الواد لازق في دينها ومش راضي يسيبها، عمال يشد فيها ماما مره ثلاثه على اربعه وكلات وهجمت عليه وكلته وخلاص فاجو سايتوزيس، يبقى العيال ده بقى عرض. اوكي؟ يعني هي لحد كده كانت حنينه وجميله عماله تطبطب، يلا يا بابا يلا يا حلو يلا بابا روح ضاير امشي بتاع مفيش فايده، راحت هجم عليه وكلات فاجو سايتوزيس، ما عندهاش رحمه السيرتولي دي وكلت ولادها. اوكي؟ طب اخر حاجه برايمري سيليري ديسكاينيزيا، ايه ده؟ يعني ايه كاينيزيا؟ حركه. يعني ايه ديسكاينيزيا؟ انعدام حركه. اسمه اموتايل سيليا سندروم. الموتايل سيليا سيندروم. يعني ايه الموتايل سيليا سيندروم؟ يعني السبيرم كانوت موف، الفلاجيلا بتاعته بايظه. فاكرين السنه اللي فاتت خدنا الموتايل سيليا سيندروم ده حاجه كانت كونجنتال عنده نقص في ايه العيان ده؟ فاكرين كان فيزا كوندريا؟ ماشي، هي بتقول ميتوكوندريا عنده مشكلة، كان في بروتين حركي اسمه داينين ما بيتحركش، الداينين مش موجود، البروتين الحركي اللي كان اسمه داينين ارمز مش موجودين. خلاص؟ طب لو هو داينين ارمز، هي الداينين ارمز دي معتمدة فيه كمان على وجود ايه؟ الميتوكوندريا. طب لو انا جيت سألتك الدراع ده اللي هو بيحرك الفلاجيلا ما اتحركش، الدراع ده كمان فيه منه في السيليا، يبقى السيليا بتاعته كمان ايه؟ متتحركش. لما الدراعات دي ما تتحركش العيان ده يشتكي من السيليا بتاعته ما تتحركش، يجيله كرونيك ريسبيراتوري انفكشن، عدوى مزمنه في الجهاز التنفسي، وديل السبيرم ما بيتحركش يجيله انفيرتيلتي، يبقى عنده عقم. تمام كده؟ يبقى العيان ده دايما عنده ايه؟ عقم، وعنده ايه كمان؟ وعنده كرونيك ريسبيراتوري انفكشن. خلاص كده؟ دكتور هي دي حاجه جيناتك ولا جيناتك؟ كونجنتال، يعني موجود بالجين اللي بيتحكم في تكوين البروتين ده مش موجود. اوكي؟ طيب دلوقتي حضراتكم انتوا عندكم حصه الساعه كام؟ 10. تحبوا نكمل شويه كمان؟ ليه؟ ناخد فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس وخلاص، ايه رايكم؟ دي جميله، فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس. على فكره انا مش باخد رايك، انا كنت بضحك عليكم. يلا اصل طالب طب لو خيرته يقول لك لا كفايه، واحد بنت حيره خيره، بس انا مش احب حيرته يا اولاد، انا عارفه مصاريفكم اكتر منكم بكتير. احنا دلوقتي هناخد فاكتورز افكتنج سبرماتوجينيسيس. اصلا تلاقيت انا بهبل بصراحه، يعني تعالوا بقى بس احنا بس حلو. يلا يا مهم تمبرتشر اكلوا اولادكم على فكره على فين؟ ايوه شطوره. كام درجه حراره؟ حوالي 34 درجه. تمام كده؟ تفتكروا يا يارا انت والاخت منا عشان نخلي السبيرم يتكون بمعدل كويس لازم نحطه في درجه حراره قليله، عشان كده رميناه بره الجسم وحطيناه في حته اسمها ايه؟ تستس في اللي بره في السكروتوم. تمام كده؟ طب تقدر تقول لي ازاي قللنا معدل الحراره؟ نمبر 1 ان هو قاعد في السكروتوم بره في الترابط. اوكي؟ والسكروتوم ده يعني في الشارع بره. قال لك طب تمام، والسكروتم ده فاكرين كان عباره عن ايه؟ سبيشال من السكين، يفتقد ايه؟ فات. في نفس الوقت كان في عضله اسمها
تجديدات للجلد. امتى نقعد الجلد؟ في البرد. وامتى نفرد الجلد؟ في الحر. وانا لما افرد الجلد ازود معدل السوات والايفابوريشن. طب لما كرمش الجلد اقل معدل السواتنج والايفابوريشن. تمام كده؟ طب ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ ايه هو؟ ده اول حاجه. قال لك في عضله ثانيه اسمها كريم استريك ماسل. لما نيجي ناخد الاسبرماتيك كورد هنعرف فين. معديه في الانجواينال كانال اسمها كريم استريك ماسل. تعمل حاجه جميله قوي. اثناء البرد تشد التستس تطلعها من السكروتم تقربها من الانجواينال كانال تدفيها. طب وفي الحر العضله دي تسيب التستس تنزل جوه السكروتم عشان نبردها. يعني الجو دلوقتي برد نعمل ايه في التستس؟ طب العضله دي سكيلتال ولا في النص؟ سكيلتال بس شغاله انفولنتري. مش معقول نفضل نشغلها فولنتري شد التست نزل. لا هي شغاله انفولنتري. يبقى العضله دي شغاله ايه؟ انفولنتري. يعني ايه انفولنتري؟ تلقائيه رغم ان هي سكيلتال ماسل. يبقى الكريم استريك دي عضله بتعمل ايه؟ تبول اب تستس ديورينج كولد ويذر. طب وتعمل ايه؟ تنزل التستس ديورينج هوت ويذر. طب ونوعها سكيلتال. طب وشغلها انفولنتري. يبقى دي اسئله الام سي كيو اللي هتيجي فيها تقول لك هي العضله دي عكس مين؟ دارتوس. الدارتوس نوعها سموث ماسل. يبقى ايه الفرق بين الدارتوس والكريماستريك؟ الكريماستريك بتبوش اب تيستس ونوعها سكيليتال وشغلها انفولنتري. ساعات يجي لي في الامتحان يقول لك بوف دارتوس اند كريماستريك انفولنتري. صح. نفس السؤال بوف كريماستريك اند دارتوس ذا سيم تايب اوف ماسل. ده غلط. واحده سكيليتال واحده ايه؟ ممكن يقول لك ممكن الاثنين نفس النوع. غلط. لكن الاثنين نفس الفانكشن فولنتري وانفولنتري. اه الاثنين انفولنتري. تمام. طب ايه كمان عشان نبرد التستس؟ قالك بصوا بقى حاجه بقى اسمها بامبيني فورم بلكسس اوفينز. دي لازم تفهمها. سيب بقى الكتاب خالص. يعني دي ممكن من اصعب النقط بقى اللي حضرتك لازم تفهمها كويس. بص على الرسمه دي علشان تفهم يعني ايه بامبيني فورم بلكسس اوفينز. يلا سيب بقى خالص دي لازم تتفهم كويس تفهم كويس. يلا بصوا دي التستس بره اهي. انجواينال كانال من جوه البلفس معدي عبر الانجواينال كانال ارتري اسمه تستيكولار ارتري رايح يدي بلاد سبلاي تو تستس. الارتري اللي نازل ده اسمه ايه؟ تستيكولار. ات ذا سيم تايم فينس درينج اوف ذا تستس راجع تاني عبر الانجواينال كانال جوه هيدخل تاني جوه. اصل هنا هنعمل فينس درينج فين؟ احنا بره هنا في الشارع. لازم الفينس درينج بتاع التستس يرجع تاني يعدي من انجواينال كانال. الفينس درينج بتاع التستس غريب قوي مش فين. شبكه من الفينز اسمها البامبيني فورم بلكسس. اسمها ايه؟ بامبيني فورم بلكسس اللي هي الشبكه الزرقاء. يبقى الارتري هو الاحمر والشبكه الزرقاء هي البامبيني فورم. ليه؟ قالك ربنا ليه عمل كده؟ ما كان يبقى ارتري نازل وفين طالع وماشيين ما كل الدنيا ماشيه كده. One artery and one vein. كل كده البلاد سبلاي تقول لك ارتري نازل وفين ايه ماشي جنبيه وخلاص. ليه هنا خلينا one artery حواليه بلكسس شبكه من الفين؟ اكيد ليها حكمه. قالك الارتري ده شايل دم سخن نار 37 درجه مئويه. قالك الدم ده وهو نازل سخن للتستس تو سبلاي التستس اوكي سخن. يبقى التستس هتبقى سبلاي ببلاد سبلاي دافي واحنا مش عايزين كده. احنا حتى الدم اللي رايح لها لازم يكون بارد. قالك نبرده ازاي؟ قالك الفينس درينج ده جاي من تحت بارد. الفينس درينج يعمل لايك بلكسس حوالين الارتري. يبقى وان ارتري كده حوالين بلكسس من الفينز. الارتري نازل بدم سخن جدا والفين طالعين بدم بارد. فايه اللي يحصل؟
counter current exchange of heat ما بين الاثنين. الأرتري يفقد درجة حرارته to veins. الأرتري يفقد درجة حرارته to ايه؟ للفين. يبقى كده الأرتري نازل يدي blood supply to testes، بس الدم المرة دي بقى ايه؟ دم ايه؟ بارد مش سخن. برضنا ازاي؟ شوفوا سبحان الله ربنا عمل البليكسس فين؟ قبل ما الأرتري يوصل للتستس عند الحتة اللي اسمها الانجوينال كانال. يبقى اوعى تقول في الانجوينال كانال في 1 ارتري اسمه فيستيكولار ارتري 1 فين، تحس ان في حاجه غلط. في الانجوينال كانال في ايه؟ بامبيني بلكسس اوف فينز. تمام كده؟ وليه قبل ما نوصل للتستس؟ ليه؟ ايه الغرض؟ عشان الارتري وهو نازل شايل دم سخن، والفين حواليه يقول راوند بالمنظر ده يحاول ياخد منه الحراره بتاعته. ممكن اسالك سؤال محرج قوي بما انك دكتور؟ لو الفين ده لاي سبب ما عرفش يسرب الدم اللي فيه، ما عرفش يمشي الدم، الدم اكيوميتد في الفين. واحد يقول يعني ايه اكيوميتد في الفين؟ الفين باظ مش عارف يمشي الدم اللي فيه. الفين اتوسع بقى مليان دم، والدم استجنيتد راكب في الفين. تخيل كده ايه اللي يحصل؟ ارتري نازل بايه؟ بدم سخن، والفين طالع، المفروض هو طالع الدم بتاعه ساقع. طب الدم ركض في الفين، بمرور الوقت ايه اللي يحصل للدم بتاع الفين؟ هو كمان يسخن بقى، الدم ركض ما بيتغيرش قاعد مكانه بقى، كل شويه عمال ياخد من حراره مين؟ الارتري. كل شويه عمال ياخد من حراره الارتري، والدم اللي فيه مش راضي يتحرك، راكد بالكره كده من الدم. بعد شويه هل هنقدر نعمل الميكانيزم ده اللي هو بتاع التبريد؟ نفقد خاصيه الميكانيزم بتاع التبريد. انتوا عارفين الحاله دي اسمها ايه؟ فاريكوسيل، دوالي الخصيان. هناخدها حالا تحت في الميديكال ابلكيشن، اسمها ايه؟ الفاريكوسيل. طب هاتوها بقى تحت، فاريكوسيل. يعني ايه فاريكوسيل؟ دوالي الخصيان. يعني ايه دوالي على الخصيان؟ تسمع الواحد يقول لك عنده دوالي على الخصيه، والدكتور يقول له لو ما عالجتش بعد شويه مش هتخلف. ليه؟ هي ايه دوالي الخصيه؟ حاجه كونجنتال في، وممكن تيجي من اسباب ثانيه اه، بس اي حاجه تعمل دايليتيشن للفينز. هو الناس بيجي لها اصلا فاريكوسي اصلا فيرسز من ايه؟ بتاع دوالي في الجهه من ايه؟ نمبر 1 لونج ستاندينج، وقفه طويله، واحد بوليس امين شرطه بتاع واقف طول النهار، واحد بيشرح طول النهار واقف، لازم يجيله في الاخر رجليه ايه؟ الستاندينج ده لازم يعمل دايليتيشن للفينز. طب ويساعده انه يحصل الدايليتيشن ده لو هو كمان عنده حاجه اسمها ميزينكايمال ويكنس، يعني البول بتاعت الفيسلز بتاعته اصلا تعبانه ضعيفه مش قد كده. خلاص؟ طب يبقى انا عرفت ان الفاريكوسيت ده ممكن يجي من اللونج ستاندينج. خلاص؟ طب وايه اللي هيحصل؟ دايليتيشن للفينز. لما الفين تدايليت الدم بيفضل جواها شكله عامل ايه؟ استجنيتد. ولما الدم يبقى استجنيتد يبقى شكله ايه؟ سخن. التستيكولار ارتري ما يقدرش يعمل اكستشينج اوف هيت مع الفين، ويصبح الفين مليان دم سخن والارتري ده مليان دم سخن، والدم السخن لما يروح يسبلاي تستس ما يخليهاش تعرف تكون سبيرم كويس، يبقى العيان ده انفيرتايل. طب علاجه ايه؟ لازم نعالج الفاريكوسيل، نعمل عمليه جراحيه نظبط الفاريكوسيل ده. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده عرفت اول حاجه الحراره. تقدروا تقولوا لي ايه اللي بيتحكم في حراره التستس؟ نمبر 1 ان هي جوه كيس اسمه سورتر، ونوعين من العضلات بيتحكموا فيها، عضله اسمها دي موجوده فين؟ في السكين بتاع السكروتم، وعضله اسمها كريما سيرك. اللي بتعمل ايه كريما سيرك؟ كل اب تستس بوش داون تستس، كل اب تستس بوش داون تستس، وبتشتغل انفولنتري رغم ان هي سكايزر. واخر حاجه ميكانيزم التبريد. ميكانيزم التبريد ده مين اللي بيعمله؟ ما بين مين ومين الاكستشينج اوف هيت؟ تستيكولار ارتري بيفقد حرارته يديها لمين؟ لفين جنبه. الفين ده فين واحد ولا بلكسس اوف فينز؟ بلكسس. اسمها ايه بلكسس اوف فينز؟ بامبيني فور. لو بلكسس اوف فينز دي بقت كونجستد ودايليتد بالبلاد، ايه اللي يحصل؟ نو اكستشينج اوف هيت. وايه اللي يحصل؟ العيان ده يشتكي من انفيرتيلتي.
طب وامتى يحصل ان الفينز تبقى دايليتد؟ في حاله اسمها الفاريكوسيف اللي اسمها بالعربي توالي الخصية. تمام كده؟ طب تعالوا بقى ناخد تاني حاجه، فيتامينات. انا بريحكم شويه اهو من الكلام كتير. لازم العيان ان الناس تاكل ايه؟ فيتامينات حلوه عشان السبيرم يتكون، فيتامين ايه وفيتامين اي وشويه فيتامينز مهمه جدا لتكوين الايه؟ السبيرم. اوكي؟ other factors، توكسيميا، عيان بيتعرض لتوكسينز اكيد هنموت مين؟ السبيرم. واحد بياخد كيموثيرابي، اكس راي، كل الحاجات دي بتعمل ايه؟ الكحوليزم. وقالوا كمان الناس اللي بتشرب سجاير كتير. تمام كده؟ كلها حاجات بتبوظ السبيرم فورميشن اكيد. طب واخر حاجه هرمون، الهرمون الكنترول. بصوا بقى حضرتك بقى تركز معايا علشان ده اللي هقوله دلوقتي ده بدايه الحصه الجايه. يبقى تركز كده لان دي ايوه مهمين قوي في الـ في السبرماتوجينيسيس. المره الجايه لما اجي اشرح حاجات معينه اقول لك دول داخلين في اي سبر. يقال ان الميوزس مهم جدا في الفيتامينز، يعني مرحله الميوزس مهمه جدا، والماتوريشن ستيج مهم فيها جدا الفيتامينز اللي هي لما اجي اخد المره. والبروتين مهم جدا، يعني لما نيجي ناخد المره الجايه اقول لك الاسبرميشن بتحصل ازاي. اوكي؟ هقول لك ان السيل ممبرين ده بيجي يحصل فيوجن من هنا، وده بنعتبره كانه ممبرين بتاع الفيزيكال لايك اي ممبرين. الفيوجن بتاعه مع الممبرين ده مواد بروتين، فمحتاج اولا بروتين كويس قوي. اللي انهانس الفاكتورز بتاعتها من ضمنهم سم فيتامينز. اوكي؟ هنقولهم اساميهم المره الجايه. اوكي؟ طيب بلس ان الميديا بتاعت السبرماتوجينز محتاجه فيري هاي كونسنتريشن من الفيتامينز معاها سم سورس اوف بروتينز انواع معينه من البروتين انسايد اليومن. يعني لازم اليومن ده الميديا بتاعته فيها فيتامينات كتير قوي وبروتينات، هنقولها المره الجايه. كويس؟ بصوا بقى ممكن اسال حضرتك سؤالين مين جدا. ايه هي الهرمونات؟ مين بيعملها علشان نعمل سبيرم؟ لما تبص بقى سيب الكتاب خالص، قولها الاول هنا. انتوا عارفين ان عندي اتنين هرمونز مهمين جدا ولاند كروز، اسمهم ايه؟ يبتدوا يعملوا عن سج البيوتين. لو جيت سالتك دي سيمي نفس تبيوت ودي الخلايا اللي جواها، مين دي؟ سيرتوز. مين دول؟ سبرماتوجينيك سيلز بانواع من كتير، سبرماتوسايت وسبرماتوجونيا وسبرماتيد وسبرماتوزوا كلهم. مين الخط ده؟ بيزمنت ميمبرين. بره البيزمنت ميمبرين مين الخليه اللي سبندل شيب؟ مايويد سيل اهي. طب وبعد المايويد سيل حد فاكر مين دول؟ انترستيشيال سيلز اوف ليدك. اسمهم ايه؟ انترستيشيال سيلز اوف ليدك. اهو القوه دي انترستيشيال سيلز اوف ليدك. يبقى انا كده عرفتهم خلاص. طب بصوا بقى ال FSH هرمون يعمل على السيرتوني سيل، يبقى ال FSH هيشتغل على مين؟ سيرتوني سيل. وال LH يشتغل على الانترستيشيال سيل اوف ليدك، يبقى ال FSH هيشتغل على مين؟ سيرتوني سيل. وال FSH وال LH يشتغل على مين؟ على الانترستيشيال سيل اوف ليدك. الانترستيشيال سيل اوف ليدك بتطلع تستوستيرون اللي هو اسمه الثاني اندروجين. طب وال FSH يشتغل على مين؟ سيرتوني، يخليها تطلع اندروجين بايندينج بروتين. يخليها تطلع ايه؟ اندروجين بايندينج بروتين. يبقى مين اللي طلع اندروجين؟ مين؟ ال FSH. ومين طلع اندروجين بايندينج بروتين؟ FSH. عن طريق مين؟ سيرتوني. قالك طب الاندروجين يبتدي يدخل جوه السيمينيفرس تيبيوز. الاندروجين يدخل جوه ايه؟ السيمينيفرس تيبيوز. واحد قال لي مش انت قلتي ان ده اندوكراين يعني يروح للبلاد ستريم؟ قال لك صح. يبقى سام اوف ذا اندروجين سكريت يروح تو بلاد فيسل علشان يعمل السكندري ميل كاركترز. اند سام اوف ذا اندروجين يدخل عبر البيزمنت ميمبرين تو سيمينيفرس تيبيوز.
كده قلت حاجتين دي طلعت اندروجين راح فين عشان تبقى فاهم الميكانيزم شويه صغيرين من الاندروجين هربوا من البيزمنت ميمبرين وراحوا جوه السيمينيفرس تيبيول طب وشويه من الاندروجين راحوا فين وليه ميكانيزم الدخول عبر السيل ميمبرين او سيرتون على فكره ميكانيزم طويل لان الستيرويد هرمون ده لازم يطلع يدخل من السيل ميمبرين مش عارفه يعني ليه ميكانيزم طب والاغلبيه بتاعته راحت فين البلاد ستريم راحت البلاد ستريم ليه عشان تعمل السكندري ميل كاركتر اللي هو عضلات جامده شعر في الوش شعر في الجسم يبقى السكندري كاركترز مين المسؤول عن ظهورها التستيرون طب ودينا ازاي عبر بلاد ستريم طب وصابوا في اندروجين دخل جوه سيمينيفرس تيبيول مين اللي اتحد معاه اندروجين بايندينج بروتين قالك ما بينفعش يدخل غير بالاندروجين بايندينج بروتين مين الاندروجين بايندينج بروتين سيكريتوري سيل سيرتون under control of مين؟ انت كده عرفت السوبر هرمونز الاساسيين مين الهرمون الاساسي؟ ال اتش ستيمولاتنج انترستيشال سيروتونين تطلع تستوستيرون اس اتش ستيمولاتنج سيرتون تطلع اندروجين بايندينج بروتين تطلع ايه؟ اندروجين بايندينج بروتين طب لو جيت سالت حضرتك كده في هرمون اسمه الانهبين اسمه ايه؟ انهبين زفت التين اسمه ايه؟ انهبين دكتور ممكن هو بيبقى ماسك في الاندروجين بايندينج بروتين طول ما هو جوه التيبيول انا كده مع الفانكشن بتاع السيرتون في التفاصيل مره كده اوكي طيب ممكن اسال حضرتك كده سؤال ثاني انهبين عارفين اسمه ايه في السوق؟ انهبين حبوب منع الحمل للرجال الانهبين ده اسمه ايه؟ مش الرجال هي اللي حامل عشان تفكيرك انه حامل لا حبوب منع الست ان هي تبقى حامل بس عن طريق الراجل يعني ايه؟ في بقى طلع في العلماء دول قال لك العلماء دول عليهم شويه حاجات الاخيره تودي الواحد للعيال واحد من العلماء قعد يقول لك ايه؟ هي الستات الطبيعي بتاخد حبوب منع الحمل وهو ايه حبوب منع الحمل ده؟ يا استروجين يا بروجستيرون يا حبايه فيها ميكس من الاستروجين على البروجستيرون ولقوا الهرمونات دي لازم في الاخر كارسينوجينك طال الامد قصور الامد اند ريزلت هي دايما مصحوبه بفيري هاي ريسك للكانسر سيرفكس كانسر بريست في الستات وكانسر الريومايوما اللي هو الاحقاب الاورام الحميده في اليوترس كتير جدا اللي هي تبقى ترانسفورمد ممكن بعد كده ان هي تبقى حاجه خبيثه يبقى قالوا ان الهرمونات اللي عماله الستات تشربها عماله على بطال على سنوات طويله طول الريبرودكتيف بيريد يبقى الاند ريزلت بتاعتها ان هي حاجه ايه كارسينوجينك وبتلخبط الجسم بتعمل سولت ووتر تنشن وبتعمل اديما وبتبوظ حاجات كتير جدا في الميكانيزم الطبيعي اللي ربنا خلقه فواحد من العلماء قال لك طب ليه ضايق الستات ومضايق الرجاله قالوا طب ضايق الرجاله قال لك ايه ملا اديهم هرمون اسمه الانهبين الانهبين ده قال لك طلع الانهبين ده حاجه طبيعيه السيرتوني بتطلع ينهبت الاف اس اتش يعني ايه يعني ايه عمال يطلع انهبين الاف اس اتش ستيميليت السيرتوني طلع اندروجين بايندينج بروتين اندروجين بايندينج بروتين تيجي السيرتوني كفايه يا عم بقى كفايه انهبين انهبت الاف اس اتش ايه ده يعني هو بيستيميليت وهي تنهبت هو يستيميليت وهي ايه تنهبت عشان ما يحصلش اوفر ايه ستيميليشن قالك الهرمون اللي هي بتطلعه السيرتون اسمه ايه؟ انهبين ينهبت مين؟ اف اس اتش سيرتون مين اللي بيطلعه؟ السيرتون ففي واحد من العلماء قالك بس انا كده اجيب الانهبين ده واديه للرجاله لما اديهم انهبين مين اللي يبقى انهبت الانهبين؟ يبقى بالتالي مش هيتكون مين؟ اندروجين بايندينج بروتين وبالتالي مش هيتكون سبيرسبيريشن نوسبر هو الاندروجين ده طلع مهم؟ اه قال لك نو مايوزس وزاوت ما هناخدها المره الجايه نو مايوزس وزاوت ايه؟ اندروجين مفيش يعني البرايمري سبرماتوسايت واقفه عشان تتحول لسكندري سبرماتوسايت مستنيه مين؟ اندروجين تمام؟ طب انا منعت عنها الاندروجين مش هتتحول يبقى مش هيتكون سبرم ونرجع للراجل ده حالته النفسيه بتدهور قال لا نفسيا مش هيجرى له حاجه ليه؟ هو عنده سيجنال مين؟ ال اتش وال ال اتش بيطلع له تستوستيرون والتستوستيرون بيحافظ له على شكل الجسم يعني مش واحد يقول لك العيان عمال ياخد انهبين 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 بعد شويه سكت
ما فيهوش في ميناين كاركترز. ليه؟ احنا حافظناه على الحاجه اللي بتعمله ايه؟ تستيرون في جسمه. يبقى صوته مش هيلعب، يعني هو صوته خشن وشعر اللي في جسمه زي ما هو، والماسكلينيتي والمسلز والبيلدنج اب بتاعه زي ما هو. احنا بس خلنا اللي عملناه فيه ان احنا بطلنا نخليه ينتج سبيرم. ده ممكن يأثر بعد كده على لا، قالوا ان النيجاتيف فيدباك ميكانيزم ده اول ما نشيله بيرجع تاني يشتغل عادي جدا الـ FSH، بس بياخد فتره شويه ويشتغل عادي جدا النورمال ميكانيزم. تمام كده؟ يبقى ايه الهرمون الكنترول؟ حد كده يقدر يقول ايه هرمون الكنترول بس بطريقه تتفهم؟ بلاش نحفظ. الهرمون الكنترول ايه بقى؟ نمبر 1 هرمون اسمه الاجن ستيميليت تيستيشن سيروتونين، هي تطلع اندروجين او تستوستيرون. FSH stimulate serotonin، هي تطلع اندروجين بروتين. الاندروجين ده مصيره ايه؟ طلع من هنا شويه من الكابيلاري وشويه دخل من السيمينيفرس تريبيوت، خلاص باي بايندينج تو اندروجين بروتين دخلنا جوه السيمينيفرس تريبيوت. اوكي، لو جيت سالت حضرتك كده الهاي ميديا من الاندروجين دي مطلوبه لتكوين السبرم عن طريق ان هي بتستيميليت المايوزيس، ات ذا سيم تايم السيرتونين نفسها بتسكرين انهبين. ايه الانهبين ده؟ تمام كده؟ خلاص كده؟ يعني ايه كريبتوبيديزم؟ يعني ايه كريبتوبيديزم؟ undescended testis، عدم نزول الخصية من البطن الى السكروتا. يبقى التستس ما بتجيش تنزل. عشان كده دكتور الاطفال لما انت تبقى دكتور شاطر الاطفال، اول ما البيبي يتولد تمسكه تفحصه كويس. من ضمن الفحص لازم تفحص التستس، تمسكه كويس تشوف اتنين تستس ولا تستس واحده عند البيبي ده. يبقى تمسك السكروتم تدوس عليه كويس، لو لقيت جوه السكروتم حاجه مدوره، لقيت حاجه جوه السكروتم يبقى عنده تستس. طب افرض ما لقيتش ولقيته فاضي الكيس ده، تروح تقول لامه وابوه خلوا بالكم الواد ده عنده اندسند تستس. يعني ايه التستس ما رجتش تنزل من الابدومين؟ يقول لك طب نعمل ايه؟ يقول لهم استنوا عليه ايرلي ان لايف قبل ما التستس تبوظ جوه في الابدومين الكافيتي من الحراره. ايرلي ان لايف يعني بس نشد حلو كده سنتين ولا بتاع ولا كده، تروحوا تعملوا له العمليه وتطلع التستس دي تنزلوها بره في السكرين. ناس كتير بتولد وما بياخدوش كير كويس والام ما بتاخدش بالها لانها جاهله، و يعني دايما حتى الامهات لو الدكتور ما كانش قد كده وهي عندها ولد بيبي لازم هي نفسها تكون عنده التستس كويسه جوه السكروتم ولا مفيش، علشان لو ما لقيتهاش تجري بيها على الدكتور تقول له انها هنيجي نعمل عمليه ننزله التستس. لو فضلت التستس جوه الابدومينال كافيتي ايه اللي يحصل له؟ تبقى اولا ما عندوش سبيرم، ثاني حاجه هاي لايبيليتي تو كانسر فورميشن. يعني كتير جدا بقى مأساويات من الاطفال الغير متعلمه، واحده ولدت مش عارفه في المستشفى فين ولا ولدوها في البيت ولا اي حاجه وخلفت ولد، ولا الولد ده مش حاجه ولا هي عارفه حاجه وسابوه لحد ما وصل للبيبرتي وما يعرفش ان في حاجه اسمها اصلا، في حد ما يدرك بقى ويبتدوا يعرف ان في حاجه اسمها تيستس، وبعدين يكتشف ان ما عندوش تيستس وتبقى كارثه لان خلاص كانت اتحولت لحاجه باظت مبقاش ليه كونسنتريشن وممكن يبتدي يكتشف ان ما يبتديش تيجي عنده كارثه. هو ده اصلا ممكن ياثر على السيرجري